أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا أخونا أبو الحكم، وبصراحة الحلقة هي حبينا نجاوب عليها، هي اقتراح من الأخت شهرزاد في بعض الأسئلة، في أخ سائل عليها وطلبت منا أنه نجاوب على الأسئلة هاي، فقلنا نخصص حلقة خاصة لنجاوب على الأسئلة هاي. طبعا خلونا بالبداية نرحب بأخونا أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. أهلا صديقي جان، أسلم عليك وأسلم على جميع المشاهدات والمشاهدين وأصدقائنا في التكس. أهلا وسهلا أبو الحكم. على كل أصدقائي طبعا خلينا نسلم على الأصدقاء الموجودين، نسرين، رياض، جان، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء طبعا الموجودين، ورحب بكم مثل ما بقولوا. لسه الناس ما هي موجودة، بس أنا على كل حال ما موزع الرابط هلا، فالرابط راح أوزعه على السريع وقت يكون أبو الحكم عم بحكي. جاك، أهلا وسهلا جاك. على كل، طيب الأخ اسمه عبد الرحمن عم بيقول عندي أسئلة وفتش عن أجوبة لها. طبعا وارد هو 6 أسئلة، وفي النهاية بيقول ليس لي اطلاع على الديانات الأخرى ولا أعتقد أنها تشمل مثل هذه الأفكار، وأعتقد أنها موجودة في الديانة الزرادشتية والحضارة السومرية، أم أنها أفكار تلك البيئة التي لا أعتقد أنها تولد مثل هذه الأفكار. الرجاء أن تسأل كل من له علم بالديانة الزرادشتية والحضارة السومرية، وأكيد سوف تكتشف سرا جديدا من الأسرار. فالأخ طرحها في بوكس أوف إسلام، كلنا نعرف صندوق الإسلام لحامد عبد الصمد، والأخت شهرزاد يعني طرحت علينا الفكرة وحبينا نحن نجاوب عليها، يعني طرحت علينا الفكرة فقالنا أوكي ما في أي مشكلة. طيب خلينا نبدأ بأول سؤال أبو الحكم. الأول سؤال عم بيقول من أين جاء محمد بفكرة الأرض ننقصها من أطرافها؟ أوكي. طبعا بالبداية حبيت أنوه الأخوات المشاهدات وأخو المشاهدين خصوصا المسلمين أنه القرآن كتاب بسيط، كتاب يعني أسسه أو ألفه محمد مع ورقة بن نوفل وبحيرة الراهب على الأكثر. فهذولا كانوا غرضهم الأساسي من البداية كان هو على أساس أنه ينبهون الناس على الشغلات الدنيوية والآخرية. بالبداية بلشت يعني كتاب هداية، ولكنها عندما محمد صارت عند القوة انقلب إلى وحش كاسر، مثل ما شفنا بالجزء الثاني من السور المكية المدنية. المكية كلها تدعو إلى الرحمة وعدم الاهتمام بالناس اللي يشككون بدين محمد، ولكنه انقلب فجأة. فقط ردت أوضح للمشاهدين أنه كان لما محمد يوضع الآيات يوضع بحالتها البسيطة ولا تحتمل الشغلات العلمية اللي يوضعوها فيها. يعني ما معقولة كل ما يكح محمد بشغلة أو يتكلم لك كلامه ويعمل عمل تعملوه إعجاز علمي، لأنه هذا الشيء أنتوا جاي تصنعون هذا الإعجاز العلمي وليس موجود، وراح نثبت لكم بالدليل والبرهان الآيات اللي يقولوا عليها علمية، الآيات اللي قبلها واللي بعدها تعطي المعنى الحقيقي للآية. وكذلك شرح المفسرين
للقرآن في وقت متقدم، يعني في يعني في وقت محمد نفسه، يعني بعد فترة غير بعيدة لما توفى. المفسرين هم اللي فسروا التفسير على ضوء الآيات اللي ظاهرة. فإذا احنا نجي حاليا نخليه لتفاسير أخرى، ويجي يوم آخر العلم يكتشف شيء آخر، تجي بعدين هم تلصقه بالقرآن، هذا شيء غير معقول. أصلا هم نفسهم الشيوخ قالوا إن الآيات ليست علمية وإنما وضعت لهداية البشر، فأنتوا ليش تخلون بها احتمالات علمية وهي غير موجودة أصلا؟ فإحنا نبدي بالسؤال الأول اللي قال عليه أخويا جان، اللي يتكلم بها عن الآية اللي تقول، خلي أقرأ الآية اللي قبلها واللي بعدها حتى تعرفون إنه شوف الآية غير محتملة للمعنى اللي مكتوب. هي طبعا من سورة الآية، ما هي من 44 من سورة الأنبياء، بس أنا راح أقرأ الآية اللي قبلها واللي بعدها، يعني أبدي ب42 وأنت ب44 أو 46، عفوا أبدي ب42 أنت ب46. يقول: من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. هنا تبدي الآية اللي مسوين عليها إعجاز، وليس فيها أي إعجاز ولا معنى لهذا الإعجاز موجود مثل ما يقصدون. بل متعنا هؤلاء وآبائهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. هاي الآية المقصودة. وبعدين الآية اللي بعدها: قل إنما أنذركم بالوحي. يعني شوف جاي يحكي عن أشياء، وحي، دعاء، دعوة، كلها هكذا أشياء. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. طبعا نجي أول شيء لتفسير ابن كثير لهذه الآية، ورح نشوف أنه المعنى مختلف كليا عن شيء اللي يدعون به الإعجاز العلمي. تفسير ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المشركين، أعيد الآية حتى تعرفون تركيزنا على هذه الآية: بل متعنا هؤلاء وآباهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون إن أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني هنا يحكي واضح، يعني الآية واضحة إنه راح أقتل البشر وإحنا اللي غالبين. يعني لا تنغرون متعناكم في هذه الدنيا، بعدين الأرض راح تنقص من البشر. راح نقرأ تفسير. يقول تعالى مخبرا عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال إنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا إنهم على كل شيء. ثم قال واعظا لهم: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اختلف المفسرون في معناه، وقد أسفناه في سورة الرعد، وأحسن ما فسر بقوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. الأحقاف 27. هنا مستشهد بآية أخرى يقول لك إنه يعني ناخذ البشر، هذا هو كله، خلص هذا المعنى الحقيقي للآية. فأنتوا يعني نقضي على البشر اللي ما يؤمنون بالله، فأنتوا لا تجيبون ننقصها تسوون آية علمية وتركبون الآية وتحملوها ما لا تحتمل أصلا. يعني
بعدين يقول وقال الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، هذا معنى آخر. والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأولئه على أعدائه وأهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين، ولهذا قال أفهم الغالبون يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. هذا تفسير ابن كثير. راح أجي على تفسير الطبري للآية. أنا بس هاي الآية أخذت تفسيرين حتى تشوفوا مدى تشابه التفاسير الشيوخ التفسير القدماء كالطبري والقرطبي والنووي وغيرهم وابن عباس. المهم يقول تعالى ذكره ما لهؤلاء المشركين من آلهة تمنعهم من دوننا ولا جار يجبرهم من عذابنا إذا نحن أردنا عذابهم يعني نقضي عليهم فاتكلوا على ذلك وعصوا رسلنا اتكالا منهم على ذلك ولكننا متعناهم بهذه الحياة الدنيا وآباءهم من قبلهم حتى طال عليهم العمر وهم على كفرهم مقيمون لا تأتيهم منا واعظة من عذاب ولا زاجرة من عقاب على كفرهم وخلافهم أمرنا وعبادتهم الأوثان والأصنام فنسوا عهدنا وجهلوا موقع نعمتنا عليهم ولم يعرفوا موضع الشكر وقوله أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا تفسير طبري طبعا طبري إيه؟ يقول تعالى ذكره أفلا يرون هؤلاء المشركون بالله السائلون محمد الآيات المستعجلون بالعذاب أن نأتي الأرض نخربها من نواحيها بقهرنا أهلها. الكلام واضح. وغلبهم وإجلاءهم عنها وقتلهم بالسيوف يعني ينقص البشر يعني ننقصها من أطراف يعني يموتون البشر يعني هذا المعنى وقتلهم بالسيوف فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ويحذروا منا أن ننزل من بأسنا بهم نحو الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف. وقد تقدم ذكر القائلين بقولنا هذا ومخالفي بروايات عنهم في سورة الرعد بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، نفس الشيء مستشهد بسورة الرعد. وقوله أفهم الغالبون يقول تبارك وتعالى أفهؤلاء المشركون مستعجلون محمد بالعذاب الغالبون وقد رأوا قهرنا من أحللنا بساحته بأسنا في أطراف الأرضين يعني شون قضينا عليهم في أطراف الأرض. ليس ذلك كذلك بل نحن الغالبون وإنما هذا تقريع من الله تعالى لهؤلاء المشركين به وبجهلهم. يقول أفيظنون أنهم يغلبون محمدا ويقهرونه وقد قهر من ناواه من أهل أطراف الأرض وغيرهم كما حدثنا بشر قال ثنا سعيد عن قتادة قولهم أفهم الغالبون يقولوا ليسوا بغالبين ولكن رسول الله هو الغالب. طبعا هنا يعني وضحنا بوضوح أنه الآية ما تقصد نهائيا الشيء العلمي اللي انتم تخلونا به يعني والكلام الفارغ اللي العلماء يدورون ينتظرون متى الفساق الخارج من اوروبا وامريكا يكتشفون شغله علميه ويروحون يلزقوها تلزيق بالقران يقول لك هذا شوفوا القران قايله. طب ما كان قاله من زمان، كان قاله محمد ولا كان قاله صحابته انه هكذا اعجاز موجود من القران؟ ولا اصلا نوه القران في يوم من الايام انه سياتي يوم ويكتشفون بالقران؟ مثلا خل تجي ايه سيكتشفون يوم موجود الكلام واعجاز علمي في هذا القران وسوف يكتشفه البشر مثلا. ليش هذا الاله ما قال هكذا ايه مثلا؟ انتم لو بس تريدون تجملون هذا القران وتخلون به معجزات وليس فيه اي معجزات، والقران اصلا ماخوذه من كتب الكتب كتاب يسمون المقدس المدنس شو تسموه من اليهود والمسيحيين والسومريين واليونانيين
ومن كتب الهنود والزرادشتية وكل شيء، يعني من كل مكان كان يأخذون، كان يأخذ القرآن. هذا جوابي للسؤال الأول أخوي جان. أشكرك أبو الحكم، كفيت ووفيت، يعني جماعتنا مثل ما قلت، يعني كل شغلة بيحطوها، المهم مثل ما قلت أحا بده يسوي إعجاز علمي، إذا نفس تنفيس النفس صار إعجاز علمي. شوفوا في محمد كان يتنفس من 1400 سنة، مين علمه التنفس؟ للأسف الشديد يعني هذا وضعنا. للأسف الشديد هذا وضعنا، يعني هن لو يرجعوا للمفسرين الفطاحل الأوائل اللي فسروا القرآن، أظن ما في داعي يعني لكل هالخزعبلات اللي اخترعوها بالقرن العشرين أصلا. يعني الإعجاز العلمي بدأ عند المسلمين بالقرن العشرين، يعني بدايات القرن العشرين. فكل شيء بقول لك إعجاز علمي وعلمي وعلمي وشيء، خلي يرجع للمفسرين الأوائل، بشوف الطبيعة الحقيقية لهالآيات القرآنية بعيدة عن العلم، شيء مرتبط بذاك العصر وبثقافة ذاك العصر وبوضع الأرض الجغرافية بذاك العصر، يعني هذه هي كل القصة. على كل خلينا نروح شوف السؤال الثاني أخوي أبو الحكم ونشوف، بس أسف دقيقة واحدين. السؤال الثاني عم أقول لك، من أين جاء محمد بفكرة خلق الأرض قبل السماوات؟ أوكي. طبعا هاي الآية همنا إحنا اليوم، راح نعرض طبعا هاي الآيات العلمية وعدة أسئلة حتى بالمستقبل، يعني المسلمين يستحون وما يقولون آيات إعجاز علمي وآيات علمية، لأنه لا بشر بها محمد ولا بشر بها الصحابة ولا أي واحد يعني. فإذا عندك أصور، عندك ما عندك، ما عامل ميوت جان؟ آسف. طيب قبل ما أعمل ميوت، بما أنه صارت المقاطعة وصارت، آسف كثير أصدقائي، يعني أنا أرحب بكل الأصدقاء الموجودين، وأتمنى من شايف الأخ برندي مو معنا، أختي نسرين إذا كنت موجودة، ما بعرف إذا كنت موجودة، يا ريت إذا في أي أسئلة تبعتي لي على السكايب أكون لك من الشاكرين. ورحب بأحمد موسى والأخ فهد، ورحب بكل الأصدقاء الموجودين معنا، محمد أحمد الدي لمي، أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء، علي مادن نو ون، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. على كل يعني ما بعرف جمعتهم كلهم، فريمان طبعا أكيد، فري ثينكر أظن، ولا رياض أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، ما بعرف إذا نسيت حدا. رياض أهلا وسهلا فيك رياض. على كل تفضل أخوي أبو الحكم جاوب. أوكي حبيبي، بس ما تنسى الميوت. أكيد. أوكي. طبعا السؤال الثاني إنه يعني من أين جاء محمد عن خلق الأرض قبل السماء، وما ورد في خلق السماوات. راح نقرأ لكم عن ابن كثير ما ورد في خلق السماوات والأرض بنوع ببعض الآيات، حتى تشوفوا أنه العلم اكتشف بالدليل والبرهان أنه السماء يعني بعد البيج بانك شو اسمه، ظهر اول شيء النجوم الضخمه ظهرت، وعمر الارض لا 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 يساوي من هاي ال 14 مليار سنه 14 مليار قبل 14 مليار سنة الكون كله تكون، والعمر الأرض فقط 5 مليار سنة. فحتى يعرفون إنه الأرض جاء بعد خلق السماء،
ولكن القرآن يتكلم شيء ثاني كليا عن اللي احنا نتحدث به، انه القرآن يقول انه السماء الأرض خلق قبل السماء، وهذه مضحكة يعني كلام. ليش ما يجون على هذا ويقولون الإعجاز العلمي؟ خلي يقولون على هذا، نشوف شلون يوصف القرآن انه الأرض خلق قبل السماء، وهذا كلام فارغ، لأنه القرآن يتكلم كيف ما كان ويأخذ من الكتب. يعني يقول هنا: وقد قال تعالى، طبعا كله من ابن كثير هسه، وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، راح إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني الآية واضحة جدا، يقول لك الله خلق الأرض وبعدين راح للسماء. يعني هاي البقرة 29، يعني شوفوا السذاجة اللي موجودة بالقرآن. إذا تريدون أن تجيبون آيات علمية، إحنا نشوفكم السذاجة القرآنية بعرضة للأمور، لأنه يأخذ من اللي قبله. يعني مين اللي راح كان عنده اكتشافات حتى يعرف شنو اللي خلق؟ العلم الحديث أثبت كل شيء يعني بالدليل والبرهان. بالحكم أظن السؤال هو كان من أين جاء بالفكرة، يعني الفكرة هي منين جابها هو محمد؟ طبعا مجابة من الكتب المقدسة الأخرى، يعني جابة من التوراة والإنجيل. يعني هلا لما نقول مقدسة أنسى، يعني مكدسة شو تسميها المخربطة. المهم جابة من كتب أخرى، من الإنجيل والتوراة، وجابة من الثقافات الأخرى، هاي واضحة. يعني من الحضارة السومرية أخذها، من الحضارة اليونانية أخذها، أخذها من كتب الزرادشت، أخذها من كتب من كتب الهنود. كان يجمع من كل مكان محمد، يأخذ من إسرائيليات. فهاي الآيات أصلا نفسها موجودة أنا قريب نفسي شو اسمه كتاب المقدس اللي يسموه بالتوراة والإنجيل، موجودة إنه الأرض خلق قبل السماء. يعني هو منين راح يجيبها غير يجيبها منهم؟ هو قالك بالحكم كل الديانات تقريبا، يعني كل الديانات بدون تقريبا حتى، يعني التصور الطبيعي للإنسان القديم، الإنسان العصور الوسطى، إنه الله بيجي بيخلق لك الأرض أول شيء، بعدين بيرفع لك السماء، بحط لها عواميد غير مرئية، فبيقول لك سبحان الذي رفع السماء بدون عمد. يعني طبعا هاي موجودة اليوم مو حلقتنا، لكن ما هي قيس على هذا. يعني شوف المخازي القرآنية اللي توصف تفصل الأرض عن السماء، بينما احنا في الكون كله دائرة كبيرة جدا جدا لا متناهية، يعني من الكواكب والنجوم والأجرام والأكوان. فهو يوصف على أساس الإله خلى الأرض وبعدين في يوم ثاني ذهب وعمل السماء، راح نقرأها بالأحاديث. يعني أنا بدي أعرف شيء مضحك، يعني لما عمر السماوات شو العدة اللي استعمل؟ كان عنده فاس وعنده كرك احنا نسميه معول عمل هالأشياء. أنا مش فاهم هذا الإله ليش، يعني هو مو يقول كن فيكون، ليش الإله يعني يخلق الأرض؟ يعني راح يتعب يعرق مثلا وبعدين يرجع يعمل السماء؟ يعني أنا مو فاهم، يعني شنو هذا الإله المسخرة اللي يصنع شيء وبعدين يعمل شيء ثاني يوم ثاني؟ يعني شنو هذا؟ على حلاوتها سبعة أيام. أي طبعا والأيام ما كانت موجودة وقت البداية، يعني فسموها خلق. يعني هسه راح أسمعك شغلات تعجبك وتعجب المشاهدين والمشاهدات. شوفوا كم الهوس والبانجو شارب كان هذا محمد لما حط هذه الآيات والأحاديث، كأنه شارب بانجو كان. يعني يمكن الكوفيت أثر فيها يقوي الجنس ويقوي شو اسمه يشغل له مخه ويخربط له مخه مثل ما يقول. يعني وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين
يعني الله التعب ما قدر يخلق الأرض، خلقها يومين السماوات كلها، عملها بالأيام الخمسة الباقية. شيء مضحك. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أربعة أيام سواء للسائرين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. شوفوا شوفوا المسخرة هنا، يعني خلق الأرض بيومين وأربعة أيام سوى فيها كل شيء، الشجر والزرع والشغلات هاي، الحيوان وما أعرف إيش، ست أيام فقط مشغول بالأرض، وهاي السماء كلها سواها بيوم واحد. يعني ما أعرف إذا الكلام الفارغ هذا، يعني السماء كلها بس يوم واحد سواها. شو فكره مثل الرسم اللي نرسمه السماء والنجوم الكواكب المزينة، يعني شنو التفكير القاصر لهذا الإله لهذا النبي؟ يعني ست أيام الأرض ويوم واحد السماء، يا السلام. طبعا الأخ محمد أحمد الديلمي يعني بيقول أخي جان، خلق السماوات والأرض ورد في بعض الأساطير والقصص البابلية والأشورية وغيرها من الحضارات القديمة جدا، وهذه الأدبيات كانت منتشرة منذ زمن طويل. فعلا فعلا، يعني ذكرنا أنه بالحضارات السالفة، ومنين يأخذ القرآن؟ منين يجيبه؟ غير يجيبه من الناس اللي قبله. شبهت أنا بالامتحان، أنت تقعد بالامتحان وأنت ما محضر للامتحان، تروح تغش عن صاحبك، وصاحبك هو كاتب غلط أصلا، واثنينك تطلعوا راسبين غلطانين. يعني فهي هاي القصة، يعني وشو بعرف ينقل نقل صح غلط ما بيعرف. مثل ما قال يعني كانت منتشرة الثقافة، يعني يعني شيء طبيعي إنه القرآن يحكي الحكاية هاي، لأنه الثقافة المنتشرة كانت هذاك الوقت هيك. يعني روح اسأل أي شخص بذاك العصر، يعني كان عنده نفس التصور تقريبا. فلما يعني محمد أتى بالقرآن وحكى للناس بهالطريقة، الناس ما كانت متفاجئة، وما كانت يعني إنه شيء بعيد عن ثقافتهم، فبيأمنوا فيه بكل سهولة. يعني تفضل. صحيح، هم مثل ما قلت لك، يعني الناس يأمنوا كل شيء لأنه ما يعرفوا، ما عندهم هذا الإعجاز العلمي اللي يقولوا عليه حاليا، لأنه هم يقروها يعني مثل ما يفسروها العلماء قديما، انه ظواهر، يعني ننقص الارض من اطرافها يقصد فيها شيء ثاني كليا عن اللي فكري، يعني يموت البشر، يموتون البشر من اطراف الارض، وما سوى اعجاز علمي. يعني المهم يقول من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وين أتيتوا؟ وين يعني جيتوا؟ يعني صعدتوا يم العرش؟ يعني شو يعني قلنا لها أتيا أرض طوعا أو كرها؟ كلام فارغ هذا. كان الأرض أصلا ما موجود، إذا متحرك لفوق أكثر أو مبتعد الجاذبية كلها تتخربط. يعني قالت أتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. السبع سماوات صرعون فيها، أنا ما أعرف، لا موجودة سبع سماوات ولا أي شيء، هي سماء كلها، الكون كله واحد، والمسافات موجودة وثابتة وتتغير مع الوقت صح، ولكن الكلام اللي يقوله هنا كلام غير علمي وغير دقيق نهائيا. يعني في يومين، انا ما اذكر انه هاي ايات علميه، لا، الكلام اللي موجود بالقران يعني فيها كلام مناقض للعلم، هم عارضيها كدليل لهم لكن احنا نشوفها مناقضه للعلم كليا. فهي هاي الاثباتات قدامكم، يعني انه خلق الارض ست ايام والسماء واحده يوم واحد، يعني خلي مجنون المجنون ما راح يصدق هذا الكلام. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك
تقدير العزيز العليم فصلت 9 إلى 12. شوفوا إن يعني الكلام الإلهي السخيف والمثير يعني للضحك، يعني هذا الكلام لما يقول زينا السماء، يعني كأنه حاطط رسمة وحاطط فيها نجوم. شنو زينا يعني؟ شو الكلام الفارغ؟ شو زينتوا يعني؟ أوكي، فهذا يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء، كلام واضح، خلقت قبل السماء لأنها كالأساس للبناء، يعني الأرض الأساس والبناء والسماء كله يعني كلام فارغ، الأرض هو الأساس والسماء كله لا شيء يعني. كأنه كما قال تعالى: لله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين غافر 64. وقال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أنبياء 30. أي فصلنا ما بين السماء والأرض حتى هبت الرياح ونزلت الأمطار وجرت العيون والأنهار وانتعش الحيوان. طبعا شوف الهناش كل التأكيد على أنه الأرض خلق قبل السماء. فقد تمسك بعض الناس بهذه الآية على تقدم خلق السماء على خلق الأرض، كلام آخر يحكي وينطي رأيه، فخالفوا صريح الآيتين المتقدمتين ولم يفهموا هذه الآية الكريمة. فإن مقتضى هذه الآية أندح الأرض وإخراج الماء والمرعى منها بالفعل بعد خلق السماء، ولهذا كان الكرسي أعلى من السماوات وهو أوسع منهن كلهن، والعرش العظيم والعرش أعظم من ذلك كله بكثير. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا حجاج عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله بيدي فقال: خلق الله، شوف هذا حديث، خلق الله التربة، اسمعوا الكلام الفارغ، هالمهزلة اسمعوها، خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، كأنه بسرة لازمهم، وخلق ماسكهم بالدور يعني، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة بين العصر والمغرب، مرت لما تخياله بين العصر والمغرب، مرت لما تخياله ولا مرت لما تخياله إيه. وعرفت فرقي ولي في منها شجرة وميالة، منها شجرة وميالة. المهم قال لك: وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بينهن العصر إلى الليل. يعني شوفوا هالكلام النبوي الجميل، تركضوا لي على الآيات العلمية، شوفوا نبيكم شي يقول عن خلق الأرض، عملها بست أيام واليوم الآخر انتبه للسماء الإله. يعني تعرف شو مفكرين أخويا جان؟ مفكرين انه الارض شيء تحت والسماء فوق. هي هو هذا، كلهم يقعون بهذا الخطا، يعتقدون نحن تحت والسماء فوق. بينما اذا انت رحت مثلا على المريخ، ما راح تشوف الارض تحتك، راح تشوفها كمان فوقك، لانه الارض كلها مدوره. يعني وين ما تروح تشوف الحاجة فوقك، يعني ما راح تشوف القمر تحتك، كمان راح تشوفه فوقك. نفس الشيء يعني، لأنه الأرض مدورة، ما في شيء فوق وتحت يعني. وقد رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب عن أبي هريرة أن رسول الله أخذ بيدي فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. هاي كلها تأكيدات طبعا. اليوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، وهذا خلاف القرآن، لأن الأرض خلقت في 4 أيام ثم خلقت السماوات في يومين، كله متخبط ببعضه، وهو بخار في يومين من دخان، وهو بخار الماء الذي ارتفع، اسمعوا النكتة، يومين
يعني يقول لك بخار الماء ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذي خلق من ربضة الأرض بالقدرة العظيمة البالغة. شوفوا يقول لك هذا الأرض صار بخار وصعد فوق، فوق تحول إلى ماء، لكن ما سقط يعني بفعل الجاذبية، ظلوا بالسماء. يعني شوفوا السذاجة بالتفكير، مفكرين المفكرين المطر يأتي من السماء مباشرة، ما يعرفوا أنه كم مئة متر، يعني ما أعرف، أعتقد كيلومتر أو أقل بعيد من عندنا. الغيمة مرات تصير أقرب بكثير يعني، أو المطر. المهم نكمل. يقول كما قال إسماعيل عبد الرحمن عن مسعود وعن الناس من أصحاب رسول الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هاي ذكرناها البقرة 29. قال إن الله كان عرشه، طبعا اسمع الكلام، الكلام الهزلي المضحك المبكي لرسولكم. قال إن الله كان عرشه على الماء، العرش كان على الماء، يعني كيف يعني ما نزل ما أعرف صراحة، يعني العرش على الماء واقف. ولم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخان. دخان كيف يطلع من الماء؟ أي أول مرة أسمعه، قصد بخار يعني، ما أعرف هناك هذا الدخان. فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء، أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومين. سبع أراضين هاي أول مرة أسمع فيها، شنو هاي سبع أراضين؟ هاي طبعا مضحكة لحالها لو نذكرها. سبع أراضين في يومين، الأحد والاثنين. وخلق الأرض على حوت، اسمعوا، خلق على حوت وهو النون الذي قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. والحوت في الماء، والماء على صفات، والصفات على ظاهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح. اسمع، وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت. يعني السماء والأمحة عند المعرف إيش هاي يقولوا سام، ما أذكره، عند الفلان والفلان عند الفلان وهيك يعني. هذا كلام نبيكم، كلمات صراحة هي نعبر شيء تعبر عن جهل مقيت للأسف الشديد. طيب خلينا ناخذ شوية بصراحة، بس باقي لي كم سطر خلص وتقدر تسأل قبل السؤال الثالث، بس هاي أكمله إذا فيها مجال. تفضل أبو حكيم. يقول: وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب وفتق السماء، وكانت رتقا فجعلها سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. أصلا يوم الجمعة هم لقوها، أحد الصحابة طبعا ذكر أنه ذكر يوم جمعة، ما كان موجود اسم جمعة أصلا، قال نسميه جمعة لأنه اجتمعنا مع بعض. هاي حديث آخر. المهم لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل السماء أمرها، ثم قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار والجبال البرد وما لا يعلمه غيره، ثم زين السماء، زينه كأنه شو اسمه، قاعد العاب، حاطط العاب، حط نجمه هون، حط نجمه هون، ارسم لي نجمه هون. كان مسوي حفله يا ابو حكم. اي طبعا عامل كريسمس ومزين السماء. زينا السماء بالكواكب فجعلها زينه، اسمع، زينه وحفظا يحفظ من الشياطين، يحفظها من الشياطين لما يجون يسمعون الايات. فلما فرغ من خلق ما احب، يعني لما الله سوى كل شيء وأحب هذا الشيء اللي سواه، استوى على العرش. أوكي، أنا السؤال الثاني خلصته، وأعتقد يعني الكلام واضح. على الحالة هاي بدنا كل سؤالين حلقة بالحكم، أنت فظعت فيها يعني.
لا لا، البقية مو كثير طويلة يعني. هذه الشيء اللي خلينا أنا دائما أنتقي الشيء اللي أشوفه مهم وإله تأثير فأختاره، يعني بكل تأكيد. البقية ما راح أطول طبعا كثير. حبيبنا كافر بالله عم بيقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ده جواب المسلمين لكل شيء. بكل تأكيد أخوي كافر بالله وبأنبيائه العظام. على كل، في الأخ علي، كان علي مدن كان عم بيقول هل الجنين يبقى في بطن أمه 120 يوم حسب حديث محمد؟ يعني كيف يبقى 120 يوم في جنين أمي قبل قصد قبل النفخ بالروح يعني غير؟ يظهر هيك او قبل. أي طبعا، لأنه الـ القرآن يحكي عن هذا الشيء بسذاجة كبيرة جدا. يذكر أنه الـ 40 يوم نطفة و40 يوم علقة و40 يوم اللي بعده ينفخ فيه الروح. حكينا في هذه أحد الحلقات، كانت مناظرة يعني مع الأخت طبعا رنا هو واثنين فكرة مسلمين. الحديث محمد أظن بتم 120 يوم الجنين لا حول ولا قوة، لا بتحرك ولا أي بصيب فيه ينفخ فيه الروح في بعد 3 شهور نعم. بنفخ فيه الروح. هذا كان أيوه أي أيوة. أي طبعا القرآن يذكر بسذاجة أنه الروح يبث في الطفل في الشهر الرابع، يعني بعد 120 يوم 4 أشهر. طبعا العلم أثبت أنه الطفل يتحرك بعد الأسبوع السادس، يتحرك في رحم الأم، ولكن يشاهدون عين مشاهدة العين المسلمين كانوا يشاهدون المرأة الحامل بشهر رابع يبلش يرفس الطفل، فيعتقدون الروح بلش من هذا الوقت، ويشوفون كل النساء هكذا فيعتقدون أنه خلص في الروح سؤال بس. أحلى من هالسؤال أخوي أبو الحكم من نفس الشخص أخونا علي ميدن، عم بيقول لماذا لم يتحدث إله محمد عن الشمال والجنوب والثلج والفراولة؟ يعني محمد ما يمكن ما كان عنده فراولة ذاك الوقت، لأنه الفراولة ما تطلع بكل مكان يعني. فيعني هو حاططها للمزح هذا السؤال. محمد يحكي اللي قدامه، يعني اللي يشوفه قدامه يقوله يعني. فحتى الطفل يعني أول يوم التلقيح، هو أصلا قبل التلقيح هو حيوان عايش وعنده ذيل يعني الحيوان المنوي، لكن لما يندمج مع البويضة من أول يوم يبلش الانقسام. وشهر الأسبوع الثاني القلب الطفل ينبض، الأسبوع الثاني يعني نهاية الأسبوع الثاني قلب الطفل يبلش ينبض، وممكن سماع عبر مكبرات الصوت، الله أكبر الله أكبر. لا السونار اللي يسووه يسمعون بي. أنا بنفسي سمعت قلب ابني وهو ينبض، ولكن في الأسبوع الرابع، وصححني الدكتور طه وقتها قال لي أصلا في الأسبوع الثاني نهاية الأسبوع الثاني يبلش القلب ينبض يعني. فيعني فكروا يا مسلمين انه كل القرآن يحكي على الظواهر اللي يشوفها قدامه فقط يعني. أخوي أبو الحكم ما جاوبتني على سؤال أخونا علي، يعني الفراولة أهم شيء الفراولة. فراولة يا ابن الفراولة، هاي أغنية فيها فراولة يا مفرولاني. على كل، الأخ أخونا برندي يعني شيء مضحك هذا يعني. بس أخونا برندي أهلا وسهلا فيك، يعني يا ريت تقلبها ويسكي حتى نستمتع معك، لأن بصراحة الويسكي والبراندي هن أولاد عمومي، أو معاها المزة الفراولة. ومعها المزة الفراولة. عم بيقول بعد 120 يوم ثم ينفخ فيه الروح، على هذه المعجزة القانون التركي يحرم الإجهاض بعد هذه المدة. يعني القانون التركي حرام عليك، حرام حرام هذا الكلام، فعلا حرام، يعني لأن الطفل يتحرك بعد الأسبوع السادس يعني. كيف يعني؟
كيف الروح ينبش بي؟ يعني هو إذا يتحرك ما في روح، يعني شو بدي تكون الفكرة أبو الحكم إنه القانون التركي محطوط على أساس هالحديث هذا يعني، فتصور التخلف إلى أين يعني، وهي تركيا اللي يعتبروها دولة علمانية. شو تتخيل يعني؟ أنت مفكر مهما تطور العلم المسلمين يزيحون عن هذا الشيء؟ شوف تركيا قد ايه فيها تقدم، كانت دولة علمانية والآن حولها رويدا رويدا إلى الإسلام، ورجع فيها الشغلات الإسلامية أردوغان، فأكيد راح يرجعوا يتخلفوا مرة ثانية ويرجعوا القرون الوسطى، وراح تدمر فيها السياحة اللي يجوها بالملايين من وراء هاي الشغلات اللي جاي يسويها، وأخيرا راح يصدرون حكم الإعدام مرة ثانية في تركيا، ويرجعون إلى القرون الوسطى ما قبل الوسطى همينة. أبو الحكم على كلنا طبعا، في الأخ أحمد موسى يعني هو بصراحة هاي كان بدها جورج نبينا نبي جلدة الحنفية يرد عليك فيها، لأنه السؤال هذا مكرر مليون تريليون مرة من أخوتنا المسلمين. ليش عاوزين تنشروا الإلحاد؟ خليكم بحالكم، ما لكم دخل بدين غيركم ولا بيمزحوا بديانة غيركم. على كل، لا لا خليني أجاوب على هذا الشيء، أجاوب عليه بعدين أعطيك. أوكي. لا هي أوكي تفضل. يعني يا سيد شو كان اسمك، بس دقيقة واحدة أشوف الاسم. الأخ أحمد موسى، شوف أستاذ أحمد، لما أنت بتوقف تدعو لدينك نحن بنوقف ندعو للإلحاد، هذا أول شيء. لما أنت بتوقف تجي تعاكسنا هون، وأنت طيب إذا ما عجبك كلامنا ليش جاي لعنا؟ يعني شو الفائدة من جيتك لعنا؟ بس شيوخك يقفلوا القنوات الإسلامية هاي ويقعدوا ببيتهم ويقعدوا بجوامعهم، اللي بيجي لعنده أهلا وسهلا بيعطيه موعظة أهلا وسهلا، هداك الوقت ممكن نحن نتوقف. يعني بس توقف أنت نحن نتوقف. وأول من يعني شوفوا على الغلاظة، يعني عدم المؤاخذة، أنه ما تتدخلوا بديان غيركم، بديانات غير يعني. انت ليش تسمح لحنافسك تتدخل؟ مين انت اصلا؟ انت مبني على خرافه، تتدخل بالصغيره والكبيره بحياه الناس، تعلمهم كيف يدخلوا الحمام، بدك ايانا نسكت عنك يعني وعن خرافاتك؟ على كل، تفضل ابو الحكم تفضل. يعني انا ما راح اطول بالجواب على هذا الاخ، بس اقول له مثل ما انتم تنشرون الاديان ننشرون احنا الالحاد، وما فيش حد أحسن من حد. هذا مختصر جواب. يعني مثل ما المسيحية تنشر دينها، واليهودية تنشر دينها، والبوذية تنشر دينها، الإلحاد إن إحنا ننشر الفكر العلمي اللي يدحض كل هذه الخرافات. لك حق، إحنا إلنا حق، خلصت. يعني ما يحتاج للنقاش، يعني كل إنسان له الحق يعرض ما هو في فكره. يعني فأنت ما راح تكون قيم علينا وتخلينا تقرر شو اللي نحكيه وشو اللي ما نحكيه. تفضل تفضل جان. أشكرك أبو الحكم، صراحة جاني تكست مضحك من أخونا أحمد بحيري، يعني عم بيقول إذا رجعت لتركيا حكم الإعدام عادي، بس ما يرجع الخازوق. يعني ما تستغرب من العثمانيين جدد يرجعوا الخازوق، يعني هذا مو مستغرب منه بصراحة. يعني على طبيعي. خلينا نروح نرجع للأسئلة، السؤال الثالث عم بيقول من أين جاء بفكرة السماء ذات رجع حبك موسعون الطي، أي طيها وميزان. هل ثلاث أربع أفكار بصراحة يعني ما مو أنا مختصرها كلها. يعني هو يقصد الآيات طبعا، أول آية يقصد فيها والسماء ذات الرجع، الآية 11 من سورة الطلاق.
راح نذكر بمختصر حتى تعرفون انه هال الكلام كلها ما تحتمل غير اللي مذكوره بالتفاسير. يعني قال ابن عباس: الرجع المطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه هو السماء ذات الرجع وتمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتينا منها هنا. يعني خلص، هاي ذات الرجع. والأرض ذات الصدع، الآية 12. قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة أبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. هذا هو المعنى لذات الصدع. والسماء ذات الحبك، السبعة من سورة الذاريات، الآية 7 من سورة الذاريات. قال ابن عباس: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء، ثم تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق، فذلك الحبك. قال ابن جرير: حدثني يعقوب عن رسول الله إنه قال: إن من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائي حبكا حبكا، يعني بالحبك الجعودة. وعن أبي صالح: ذات الحبك الشدة. وقال خصيف: ذات الحبك ذات الصفافة. شوف أشياء مختلفة ولكن ما متقرب لشيء علمي نهائيا. وقال الحسن بن الحسن البصري: ذات الحبك حبكت النجوم بالنجوم. وقال قتادة عن عبد الله عن عمر عنهما: والسماء ذات الحبك، يعني السماء السابعة. يعني كل واحد إلها شيء لكن ما متطرقين إلى شيء علمي نهائيا. بعدين نجي على: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا اللي ذكره الأخ. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها أي وجعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد: إنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. هذا هو المعنى، يعني لا توضعون إلى معاني أخرى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. طبعا تفسير ابن كثير نفس الكلام ذاكر، إنه نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني هكذا الكتاب شلون تسده. وهذا طبعا الآية 104 من سورة الأنبياء. هذا الجواب بصورة مختصرة حتى ما نطول على إخوتنا، إنه هو هذا جوابهم، جواب يجيبوه من شغلات هم يعتقدون إنه هو هذا، ما يجيبوا لا شيء علمي ولا بطيخ اللي جماعتنا يخلوه له. يعني هذا السؤال الرابع انطيته حقه وزايد كمان مثل ما يقول، لأنه أصلا ما في معنى آخر. طبعا بس بدي اخذ اتصال من اخونا جانو. جانو 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 هات ميدانو. تحياتي حبيبي الا جانو لي. اهلا وسهلا جانو. سؤالي يعني سؤال كثير بسيط. طبعا حكم ممكن تقول لنا ليش مش مذكور في القران الشمال والجنوب، فقط الشرق والغرب، المشرقين والمغربين مذكور؟ يعني شو السبب؟ يعني اذا القران فيه كل شيء، شو السبب انه مش ذاكر انه الشمال والجنوب؟ يعني كان الله ما بيعرف الجغرافيا يعني حتى تقول فقط تحت وفوق؟ يعني هو كان 2D يا كثير اشياء ما في. جانو كانت التكنولوجيا ذاك الوقت 2D، ما في 3D. ما غير عند الجي بي اس. هذا سؤال بسيط يعني فقط للمجتمع اللي بيسمعنا المسلمين خاصة، شو السبب؟ يعني الله ما كان بيعرف انه في شمال وفي جنوب، يعني ليش ما تذكر؟ بعدين ليش ما ذكر الفراولة يعني؟ بقيت مصر على الفراولة. دخيلك دخيلك يا جانو، دخيلك يعني
الجنة فيها تمر، يعني نحن هون بالأرض التمر ما عم ناكله وفيه عنب، طيب الفراولة فين راحت؟ لا لا النسرين جاوبت انه ما كان عند البوصلة. طبعا البوصلة عند شيء كثير مميز انه دائما الاتجاه في الشمال، يعني حتى من اهم لما كان ألبرت أينشتاين طفل صغير كان عنده بوصلة، كان بيفكر فقط شو هو السبب انه البوصلة ليش فقط تتجه اتجاه الشمال، ليش اللي بمكان ثاني؟ فهذا كان احد الاسباب اللي ادت الى تفكير ألبرت أينشتاين، خاصه في موضوع الضوء. كما ما بدي ادخل في هذا الموضوع، فقط السؤال هو لماذا لم تذكر ذكر القران الشمال والجنوب؟ وتحياتي لكم وبحبكم. وغربها وشمالي. تسلم تسلم. شكرا شكرا لك اخونا جانو، شكرا كثير. السكايب عندي شوي كربج يظهر، كربج الله كربجته، وهذا كله من دعاء اخوتنا الحبايب المسلمين. احنا نرد على اخواننا المسلمين، فما بالك باخواننا الملحدين؟ تسمح لي ارد؟ اوكي. الاخويا جانو، انا اقول لك ببساطه، يعني اول شيء انت كفرت طبعا بالله، فانتبه، يعني خليك مؤمن بجلدة الحنفية ولا تكفر. يعني طبعا أنا أذكرها ببساطة إنه محمد يذكر الشرق والغرب، تشرق الشمس وتغرب الغرب وتغرب بالغرب، هذا هو هذا اللي يعرفون عن الشرق والغرب، ما يعرفون غيرها، الشمال والجنوب طبعا طبعا ما يعرفون عنها، لكنه شروق الشمس وغروب الشمس هذا اللي يعرفوه، لذلك لم يذكر الشمال والجنوب، لأنهم ينظرون اللي قدامهم بس، يشوفوه ما يشوفون غيره، ما يشوفون العلم، ما يعرفون شنو الانقسام الذرات، شنو الهيدروجين، شنو الأكسجين، ما يعرفون هذه الأشياء، يعني هالأشياء غايبة عنهم، لذلك لا يذكرون إلا اللي يشوفوه قدام عينهم سواء هم أو غيرهم. على كل، أنا أشكرك أخويا بالحكم. طبعا في الأخ أحمد رضا عم بيقول ممكن تسأل ضيفك عن ولاد محمد العجازية، أشكرك أخويا أحمد، بس بصدقني يعني ما هو موضوعنا، فيعني ممكن نتكلم فيه بحلقات أخرى. سؤال علي كمان عم بيقول ماذا قدم الإسلام كثوابت إنسانية وأخلاقية وعلمية وتطور للبشرية؟ طبعا شفنا نحن ماذا قدم الإسلام أخوي، وواضح بسوريا بالعراق باليمن، واضح كل شيء، يعني ما بدي اثنين يحكوا فيها. سوسو سوسو عم بتقول شو صار معك معكم ألحدوا الناس أم لم يلحدوا؟ أنا شايف لو بتحكوا من هون سنة ما لح يتغير شيء. طيب انت يا سوسو سوسو ليش معذب حالك؟ ما دام ما حدا راح يسمع لنا، ليش معذب حالك وعم تكتبي لنا؟ ويعني بصراحه ما دام ما لنا مستاهلين لهالدرجه هي، بصراحه الراي يعني ايش لك بهالقصه؟ يعني فينا وعم نهرتل ونمشي نحن. عبد الحكم خلينا نروح على سؤال اخر حبيبي عبد الحكم، نشوف ده. بس نقول السوسو، بس اقول للسوسو يعني انت انظري بس الاهانه اللي موجوده عليك كامراه في من خلال القران والاحاديث، انت بحالك راح تترك الاسلام، واذا ما تركتيها في شيء فيك شيء غلط. يعني العبوديه اللي موجوده على المراه، يعني بس باقي تسجد لزوجها حسب الاحاديث، فذاك الوقت هذا كافي انه يخليك تفكري تفكير جدي بهذا الشيء. في ناس يسمعونا وفي ناس تركوا الاسلام وتجينا اخبار منهم ويتصلون بنا ولكن لا يظهرون انفسهم. احنا غيرنا الكثير الكثير وسنبقى هكذا اذا ندمر الدين الاسلامي، عجبك ولا ما عجبك. طول بالك ابو عبدو. على كلنا. طبعا قبل ما نروح على السؤال الرابع راح اخذ اتصال من اخوي انس.
أخونا أنس، أنا أشكرك بالبداية، بعثت لي كل الأسئلة هاي من الأصدقاء، وتفضل حبيبي مداخلتك، وأسف بالحلقة اللي قبل يعني ما قدرت آخذ مداخلتك، تفضل. مشكلة يعني، أنا كنت متأخر فما في مشكلة. تحية لأبو الحكم، ونحن طبعا زعلانين جدا على ذبح عبد الله بن مسعود له في يوم في غزوة بدر، ذلك العمل الوحشي، تمثيل بالجثث الذي فعله أصحاب محمد واليوم ينكرونه. أنا كنت حابب أقول سوسو سوسو، يعني أنا ابن هذا البرنامج، يعني أنا الحادث عن طريق هذا البرنامج، فيعني الطريق مستمرة. الله أكبر الله أكبر. كنت ربوبي قبل ما أتفرج على برنامج جان، وحاليا أنا ملحد وبكل فخر وبكل قناعة. حبيت في نقاط هكذا على القرآن أتحدث عنها بشكل سريع، وهي النقطة المضحكة، وهي اقتربت الساعة واشتق القمر. طبعا اقتربت الساعة اليوم لنا 1400 سنة، لم نرى ساعة ولم نرى شيء ولن نراها. النقطة الثانية وهي الصورة، هذه الصورة المضحكة، صورة الصفات، كل بين آية وآية ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. حبيت أقول تعقيبا على ما قاله أبو الحكم، حيث بأن القرآن في الفترة المكية كان حلو وإلى ذلك، وكان الفترة المكية في حد ذاتها لها عندها ثلاث فترات، وآخر فترة هي الفترات التي تم يعدهم بالويل ويعدهم بجهنم وقبل أن يهاجر إلى يثرب. آخر نقطة أريد أن أقول للأخوة المؤمنين أو المسلمين، أنا كنت مسلم وأنا أعرف جيدا شعوركم، وفقط أعطوا لأنفسكم مجال، افتحوا عقولكم، أعطوا بس شيء، وتذكروا أن الإسلام لم ينجو إلا بعد ما اعتنقته الصوفية وغيرته قليلا، لكن القاعدة فيه قاعدته هي قاعدة فاسدة ولن تتغير ولا يمكن إصلاحها. بكل تأكيد أخي أنس، بكل تأكيد، يعني الإسلام لا يمكن إصلاحه لا من قريب ولا من بعيد، إصلاحه يعني هدمه، هذا هو الإسلام. ويجب أن يعرف، يجب أن يدرسه، لأن في نقطة وهي تاريخ الصوفية، الصوفية هي التي أبقت هذا الدين، والصوفية ليست من الإسلام أساسا، هي فقط رؤية روحانية، ليست عقيدة، وهم أساسا يكفرون الصوفية ويذبحونهم ويقتلونهم. وهي مستمرة، وهي التي أبقت هذا الدين حيا إلى اليوم. هذا فقط يعني. أشكرك أنس، أشكرك جزيل الشكر حبيبي. طيب خلينا نروح على أسئلتنا شوي أخوي أبو الحكم. السؤال الرابع عم بيقول، من أين جاء، طبعا محمد، من أين جاء بفكرة جعلنا فوقكم سبع شداد وطرائق التي في سور المؤمنون، في سورة المؤمنون؟ أوكي. هي موجودة بسورة النبأ كمان. طبعا أحيي أخويا أنس لاتصاله، ومثل ما يقول هاي إعجاز علمي هسه، أول ما أنا حكيت بين واحد ملحد قدامك يا سوسو، طلعنا الأخ أنس قال لك أنا ألحدت بعد ما شفت ال لا إعجاز علمي بكل المقاييس. لا يعني مباشرة بعد ما كتبتي، يعني حتى تعرف الإعجاز العلمي، وبركات جلدة الحنفية يعني. كيف يعني. أوكي، السؤال الرابع عن آية وبينا فوقكم سبعا شدادا. طبعا هاي سورة النبأ همينة مذكورة. يقول قبل هذه، يعني هاي الآية اللي قبل وبعدها، مثل ما قلنا يعني انه هو يوضح المعنى الحقيقي لها. يقول وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار معاشا، ف
فإن في آيات قبلها وبعدها راح توضح، لكن نجي على تفسيرها تقول أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وبينا فوقكم سبعا شدادا، يعني وبنينا يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وأحكامها. يعني شوف هنا يقصد سبعا شدادا السماوات السبع، على أساس هي لا في سبع سماوات ولا بطيخ. هالكلام من القرآن وكلام فارغ وغير علمي. يعني يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وأحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب والثوابت والسيارات. وجعلنا سراجا وهاجا، شوف الآية اللي وجعلنا النهار معاشا وبعدين وبلينا فوقهم سبع شدادة وبعدين يقول جعلنا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني كلها مرتبط ببعض يعني الآيات. فهنا الآية اللي بعدها تقول وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. يعني واضحة، يعني هنا يقصد سبع الشداد السماوات السبع يعني بالقرآن. فلا تخلوا له تفسير علمي لا يحتمله القرآن. هاي السؤال الرابع خلاص. إذا عندك سؤال أو تعليق أو في أخ براندي عم بيقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. زجاجة براندي كأنها كوكب دري. عم بيقول اسمي مذكور بالقرآن. يعني بالفعل براندي أنت جاهز علمي بحد ذاتك. يعني على كل هاي سورة النور آية 35. خلينا ناخذ سؤال آخر وبعدين. من أين جاء إذا السماء انشقت فكانت وردة كالدهان؟ أوكي. طبعا هذا السؤال هي من الآية 37 من سورة الرحمن. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة، كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الحاقة 16، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الفرقان 25، وقوله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت الانشقاق 1 و2، وقوله فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهو يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك عن قال رسول الله يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري الطش يعني المطر الخفيف. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وردة كالدهان قال هو الأديم الأحمر. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس تغير لونها. وقال أبو صالح كالبرذون الورد ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد أغبر لونها. وقال الحسن البصري تكون ألوانها. وقال السدي تكون كلونة البغلة الوردة وتكون كالمهلك دردي الزيت. وقال مجاهد كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني
كلون دهن الورد في الصفرة وقلقت هذا هو اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء في صفاء الدهن وقال أبو صالح بن جريج تصير السماء كالدهن الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم. أشكرك يا أخي الحكم. على فكرة في عندي سؤال وإعجاز علمي آخر. طبعا أخوي براندي بعد ما شرب كأس من الويسكي، يعني هو براندي ويشرب الويسكي، أيوة. اسمع شو طلع معه. عم بيقول السماء، يعني السماوات السبعة، السماء يوم السبت، السماء يوم الأحد، السماء يوم الاثنين، السماء يوم الثلاثاء، السماء يوم الأربعاء، السماء يوم الخميس، السماء يوم الجمعة، سبع سماوات. أعجاز ولا مو أعجاز؟ والأرض وين صارت لعد؟ على كل وين الأرض مخلوقة بستة أيام، يعني فالسماء لحالها بيوم واحد يعني خلقها، موجودة في التفسير. سوسو عم تسأل سؤال للملاحدة، كلما أريد أن أناقش الفكر الإلحادي مع ملحد يتهرب ويقول لي دعنا نتكلم في الإسلام، لماذا كل هذا التهرب لهذه الدرجة وليس الدرجة الدرجة؟ فكركم هش. فكركم هش. وقد ساد الصمت في القاعة بعدما أن أفحمتنا المسلمة بهذا السؤال. يعني الخرافات كلها قدام عينها وما يعني ما جاي هي ما تريد تفكر، يعني اتركينا للحاد هش، خلينا في الإسلام. جاي نجيب لك آيات، يعني الله خلق السماء الأرض كلها بستة أيام واستوى على العرش يوم السابع، يعني السابع خلق النجوم والكواكب كل هالمليارات. يعني انت تفكري يعني يا ست سوسو، يا أختنا الحبيبة سوسو، الفكر الحاد زي بدك تناقشي. أول شيء أتمنى تقرأي جيدا وتكوني معبأة بالقراءة حتى تقدري تناقشي الفكر الإلحادي، تقدري تكوني قريانة من البيج بانج لحتى اختراع الكاميرا لحتى اكتشاف أو تحليل الضوئي. خلينا نقول إذا عندك كل هالمعلومات هي ممكن تناقش الفكر الإلحادي. الفكر الإلحادي مبني على أساس علمي، والعلم فقط والعلم متداول موجود في كل المكتبات العلمية. الفكر الإلحادي قائم على حقوق الإنسان، قائم على الإنسانية ذات نفسها. إذا ما بتعرفي الفكر كيف بدك تناقش فيه أصلاً؟ أنتو يعني المسلم ما عنده شيء اسمه إنسانية، في عنده شيء اسمه إسلام فقط، والإسلام يبيح العبودية، والإسلام يبيح اغتصاب الأطفال، والإسلام يبيح قتل الآخر بأي يعني بكل بساطة. فبدك تناقش الإلحاد، احملي فكر الإنسانية وتعي ناقش الإلحاد. ما حدا بيتهرب منك بفكر الإلحاد، لأنه فكر الإلحاد واضح جدا، فكر إنساني بحت، فكر علمي قائم على التجربة العلمية وليس قائم على الخرافات. فأتمنى منك إذا حابة تناقشي ملحدين بفكرهم كوني شوي على قدر من العلم بدون خرافات، قال فلان وقال علان عن 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 أهالي الصحراء، حتى يقولوا لك حياتك كيف بتصير وكيف لازم تمسحي مؤخرتك بثلاث حجرات ولا بأربع حجرات، يعني مجوز ولا مفرد. فأتمنى منك يعني شوي بس شغل الجمجمة. شكرا كثير لك أختنا سوسو. شوف إذا في أي طيب. سوسو، استراتيجية الملحد العربي هي طرح الشبهات للمسلم، الشبهات، كل هالخرافات هاي بسموها الشبهات للمسلم الذي لا يعلم الكثير عن دينه، على أساس أنت بتعرفي الكثير عن دينك، والهروب لكن يجعل المسلم يشك في دينه. والملحد أبدا لا يقول لك ما الإلحاد ببساطة، لأنه
لو قال له ما الإلحاد لضحك عليه سفر سنة. يا سلام. وبعدين ترجع بتكتب لي فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. ليش مو لليهودية يعني؟ ليش مو للمسيحية؟ يعني ليش الإسلام؟ ديانة الله والإسلام. يعني يشرح صدره للعبودية، لسبي النساء اللازيديات للأسف الشديد، لاغتصاب الأطفال، لكل هالأشياء يشرح صدره طبعا. يعني هذا هو الإسلام يعني؟ شو لقوا في إنه كيف لا يهرب بس بطرح شبهات. الشبهات كل هالخرافات هاي بسميها شبهات. بعدين إنه الملحد يعني كيف يجعل المسلم يشك في دينه، والملحد أبدا لا يقول لك ما الإلحاد، ببساطة لأنه لو قال ما الإلحاد لضحك عليه سفر سنة. يعني على أساس ما قلت لك الله شو الإلحاد يعني. على كل كمان ترجع سوسو أفندي بتقول بعد تمكن الإنسان من بلوغ السماء بالطيران عرف أن كلما ارتفع على الأعلى في الجو قل الأكسجين والضغط الجوي مما يؤدي إلى ضيق شديد في التنفس. ياي إن الناظر للسماء يظن أن النجوم قريبة، غير التقدم العلمي جاء لي لأن الأبعاد بين النجوم ومواقعها كبيرة جدا لا يتخيل عقل إنسان، وهذه النجوم قد خرج منها ضوءها قبل فترة طويلة. يعني شو العلاقة باللي جعله رجوم للشياطين يا ست؟ يعني بعدين إذا قلتي إذا الإنسان اكتشف كل ما طلع وصار ضيق في التنفس، يعني سويتي لنا شيء اعجاز علمي يعني الفكره. على كل ما هي المشكله، يحملون القران ما لا يحتمل. هاي قدام عينه جاي نجيب الامثله العلميه اللي يدعوها وتفسير ما يقول هذا شيء نهائيا. يعني هي بصراحه يعني الاخت سوسو ولا غيرها من المسلمين يعني يريدون، يعني على الاقل اقرأي في شو هو الاعجاز العلمي ومتى بدأ الاعجاز العلمي. كمان نرجع نقول مره ثانيه، بدأ بالقرن العشرين. اذا بدك تروحي تفسري الايات روحي على اوائل المفسرين، على كبار الصحابه، هذول فسروا لك القران الصحيح، هذول عندهم القران الصحيح. وليس جيني واحد مثل بهلول النجار جيني بيرحى لسه فقست عنه البيضه مثل ما بقولوا، وبده يسوي له قرشين من دم الناس هي اللي عم بتضحك عليها، ويكتب لي كتاب والله انشق القمر وناسه وبالكذب كذب حط كذب فيها ناسه والله شهدت له وما بعرف حكي فاضي، ويطلع لك العرافي في غده ما نسيت اسمه، ويطلع لك محمد حسان الدكتور الفلاني اللي نسيت اسمه. لا احلى شيء اخويا جاني يذكره، يعني يقول لك قال العالم مذكوره في عالم امريكي بروفيسور امريكي، لكن لا يذكر لك اسمه ولا يذكر لك المصدر ولا اي شيء، فقط يتكلم. حتى احد الحلقات رشيد الاخ رشيد طلع لقاء ويا اللي دعوا انه هو الحد، قصدي ترك اليهوديه وصار مسلم، قال له صحيح انت بسبب صوره اسلمت بسبب صورة انشقاق القمر، قال هذا كلام فارغ. وذكر شغلات زغلول النجار وطلع الكذبة بوضوح. يعني كفاية سوسو، انت شوية انظري للأمور شوية بعقلانية، جردي شوية بس، ابتعدي عن القداسة اللي انت حاصرة نفسك بيه. شوفي الكلام كلامنا صح ولا لا، روحي انت على تفسير القرآن اللي قريته مضبوط ولا لا، وذاك الوقت تعالي ناقشينا، مو انت بس تدافعين دفاع اعمى وانت ما تعرفين اصلا على ايش تدافعين صح ولا لا، وبعدين تعالي ناقشينا. كلامك عن الالحاد كلام سخيف. يعني طبعا الالحاد معرف ومعروف، هو اصلا تنويري او نسميه انساني، احنا فقط نريدك تتجه الإنسانية حتى نخلص من إرهاب الأديان كلها، يعني خصوصا الإسلام في الوقت الحالي. لا تتصورين جايبينها من المريخ هالآيات اللي جاي يطبقوها داعش، كلها من نصوص القرآن والأحاديث من ابن تيمية، أساس الأساس الأس والبلاء ابن تيمية
اللي حلل اذا واحد ترك فرض من الفرائض ممكن تقتليه يعني. فانت حاولي انت تفكرين اللي قدامك. انا شوفي انا كنت مشروع داعش يعني، كنت انسان ملتزم جدا جدا، وكنت قارئ اصول التجويد القرآن، وكنت اذن بالجوامع، وكنت خاتم القرآن 30 مرة وحافظ 3 أجزاء من عنده. فأعرف لي إلمام بكتب الفقه والحديث، يعني أعرفي أني قدامك إنسان دارس مثلي، مثل أحمد حرقان، مثل بقية الأخوة اللي ألحدوا متعمقين بالدين. كنا نعرف شنو الدين، كشفنا خبايا الدين، كشفنا عيوب الدين، لذلك تركناه. وإحنا ما تركناه لأنه عجبنا، لا، هالشيء أكيد يعني عملنا يعني مرض نفسي، لأنه صعب ننسلخ من الدين، ولكننا انسلخنا خلينا العقل ينتصر على العاطفة، وهو هذا المطلوب منك، تشوفين الأمور كلها بعقلك وليس بعاطفتك، تنظرين إلى مجرد من أي شيء. أبو الحكم يا ريت بما أنك كنت أقدم الجوامع يا ريت تعطينا هيك موال أذاني، هات لي شيء. لا صراحة ما يشرفني أذن يعني، قبل كان صوتي أحلى من الآن يعني. حتى نثبت لها إنه أنت كنت مؤذن يعني، ما بدنا شيء آخر. بس راح أقول أول مقطع. أنت أول مقطع أنا بكمل وراك، لأنه أنا ابن شيخ على فكرة يعني، أنا أبوي مدرس قرآن، أنا اسمي كان محمد، ما خلقت جان يعني. فبشان تعرفوا يا أصدقاء، لكل الحاضر يعلم الغائب، أنا كان اسمي محمد، سنة 2003 غيرته إلى جان. جان كلمة جان، اسم جان اسم كردي يعني الجسد أو الروح أو جميل، إلى 3 معاني كردية. تفضل يا أبو الحكم، هات لك الموال وأنا بكمل بدالك. الله أكبر، الله أكبر. حي على الصلاة، يعني التمثيل مع الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ينصر دينك يا أستاذ، صوتك حلو بجد يعني، صوتك حلو جميل جميل. يعني التمرين ما عندنا مثل قبل، وكبرنا مثل ما يقول. فيعني اعرفي انه الانسان اللي قدامك يعني يعرف ما يقول، يعني ولا نتقول شيء، يعني مو انت جايبه واحد ملحد مولود ملحد، لا، انا كنت ملتزم، ولو كان بالثمانينات موجود داعش انا كنت انتميت لداعش 100% يعني. على فاعرفي انه احنا نعرف الدين ونعرف كيف نتكلم، ولما تعمقنا بالدين تركناه. انت تعرفين، انا متاكد ما عندك علم كثير بالإسلام وبآياته وشروحه والأحاديث، لو تعمقتي راح توصلي إلى نتيجتنا. على كل، خلينا ناخذ الأسئلة نكملها، لأنه آخر سؤال صحيح بقى. آخر سؤال، خلينا نكمله وما تم معنا وقت. على كل، ممكن نمدد شوي يعني، نمدد الحلقة شوي حتى يعني نتناقش مع الأصدقاء. بيقول من أين جاء أو كيف ربط بين النفاد من أفطار السماوات والأرض وفكرة يرسل عليكم بشواظ من نار ونحاس التي في سورة الرحمن؟ تفضل أبو الحكم. أوكي، طبعا الـ 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 الآية تقول حتى تعرفون يعني، هنا ما يقصد انه تطيرون للسماء، يعني اعرفوا انه هذا الآية الى معنى ثاني كليا عن اللي انتم تفكروا. طبعا الآية راح اذكر الآية 33 34 و35 من سورة الرحمن. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
طبعا يرسل عليكما، غلط طبعا، انا شايف انه يرسل عليكم لانه تحكي بصوره الجمع انت. اذا يقصد شواظ من نار ونحاس، الجمله يعني القواعديا غلط اصلا. المهم اي لا تستطيع، شوف هنا القران شو كيف يفسرها، اي لا تستطيعون هربا من امر الله وقدره، بل هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، اينما ذهبتم احيط بكم. يعني شوف ما يعني، هو يقصد دراسه التفكر في الكون، ولا يقصد الطيران مثل ما يفسرها الاعجاز العلمي اللي يقول عليه زغلول النجار، اللي صدق ماص دم الناس بالكلام الفارغ اللي يقوله، هو معبي جيبه بالملايين والناس يصدقوا بكل سذاجة. ولن نفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم، وهذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق 7 صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، القيامة 10-12. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يونس 27. طبعا الآية اللي بعدها: فبأي آل ربكما تكذبان، غير مهم. نرجع الآية اللي بعدها: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الشواظ هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الشواظ الدخان. وقال مجاهد: هو اللهيب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح: الشواظ هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: شواظ من نار سيل من نار. وقوله ونحاس، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ونحاس دخان النار. وروى مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. قال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها، والقراء مجمعة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: يضيء كضوء السراج السلي كطي، لم يجعل الله فيه نحاسا يعني دخانا، هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك ان نافع بن ازرق سال ابن عباس عن الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه. فساله شاهد على ذلك من اللغه فانشده قول قال: صدقت. طبعا ذاكر الشعر انا ما قريته. قال: صدقت، فما النحاس؟ قال: هي الدخان الذي لا لهب له. وقال: فهل تعرف العرب؟ قال: نعم. اما سمعت نابغه بن ذيبان يقول وقال مجاهد ميوت حتى يخلص الاخ حكمه على وتعمل ميوت. وقال مجاهد: النحاس صفر يذاب فيصب على رؤوسي وكذا. قال قتاده: وقال الضحاك: ونحاس سيل من النحاس. والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامه لرددتكم الملائكه والزبانيه بارسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا، ولهذا قال: لا تنتصران. يعني هنا الآية واضحة جدا، يتكلم عن العذاب ولا يتكلم عن الهروب إلى السماء أو مثل ما يقولون الطيران، اللي يفكروا أنه هذا يقصد بها الطيران. يعني يقول: ما تقدر أنت تهربون من قدر الله، هذا كل يحيط بكم الله، ولا تستطيعون الهروب من القدر الذي وضعه لكم. هذا هو المعنى الحقيقي اللي موجود
اللي اللي يقصد القرآن ولا يقصد الطيران والكلام الفارغ أشكرك اللي حكم، أشكرك على كل أني بصراحة يعني الأخت سوسو شجعتني أنه أوسع الحلقة، فبدي أرحب بأخونا ياسين بالبداية. أهلا وسهلا فيك ياسين. ياسين عندك الميوت. تفضل تفضل ياسين، أهلا وسهلا فيك. اهلا بكم، مساء الخير يا جان، ومساء الخير ابو الحكم. سعدني كثير نكون معاكم. اسمحوا لي يعني ما كنتش هنا يعني، وكنت شويه ولا يعني يهمك ولا يهمك اخوي ياسين. على كل راح نقرا شوي بعض الاسئله يا اخوي ياسين، وانا في انتظار اخوي جانو كمان. بعثت لك اللينك اخوي جانو، يا ريت تلتحق فينا بصراحه. يعني الاخت سوسو هاي شجعتني انه يعني خلتني استمتع بالحلقه اكثر واكثر. لو سمحت انا ندخل بس خليني اطرح السؤال ونجاوب كلياتنا سوا. واولا انت يا اخوي ياسين، سوسو عم تقول سؤال للملاحده، ايهما تطور اولا، القلب او الاوعيه الدمويه او الدم؟ يا سلام. تفضل ياسين تفضل. سؤال انا نفضل زعما نديروه في مرحله وين يكون نعاودوا نولوا لخلق الانسان وتكوين الانسان والامور تو، لانه نفضل نعلم يعني سوس ونعطيها اطروحه يعني علميه مفصله مليح. ولكن هي تحوس يعني، لو كانت فتاه او ذكر ما نش عارفين يعني، الناس تدخل ب كما نقولوا احنا باسموات ما نعرفوهمش، لكن رجل ولا المراه ولا القصد بتاعه بيرتورباسيون يعني باش يحطم الحوار ولا باش يفهم الحوار. ولكن نفضل نحضر في يوم من الايام يكون انا معاك وبعض الاخوه اللي يكونوا يقترحوا انفسهم ومع جورج يعني هو ميدسان واحسن، ونكلمها بطريقة يعني علمية وبالتدقيق. لو هو هذا الشخص ولا هذه الفتاة فريمون يعني تكون بصراحة صدقني اخوي ياسين، شخص مثل هيك لا يحاول انه يكون اختصاصي ولا شيء يجيب عليك اسئله، لانه اسئله لكن نعطوها وحده يا اخوي ياسين، يعني اسئله تعجيزيه، اسئله ليس لها معنى، اسئله اذا كانت صحيحه تمد على جهل لا مثيل له. وانا لما عم بطرح السؤال، انا ما عم بطرح السؤال من ناحيه علميه، انا عم بطرح السؤال هي عم باخذ السؤال هذا لافرج الناس مدى الجهل اللي فيه الطارح السؤال اصلا يعني. لا اسمح لي انا اجاوب. معلش لو سمحت نكمل يا ابو الحكم باش نعطي لو سمحت. اوكي اهلا، طبعا رحب بك اخوي ياسين. شكرا. معنا شكرا. بالحلقه. اول اجابه لها يعني السوسو، اول اجابه نعطيها الاجابه يعني نعطيها اول اجابه، ولكن ماذا بيا لما تكون في مرحله اخرى ونعطيها الاجابه النشانيه يعني. باش تكون تعرف اللي احنا نتبعوا العلم ونحترموا العلم. اول اجابه يعني هو اول اورغان، اول ما نعرفش بالعربيه ومعذره يعني، اول اورغان في اللي يتكون وجد مهم كيكون لومبريون هو القلب، باسكو مهم كثير القلب، هو اللي غادي يضغط ويمد الدم للسيلول لكامل لي زورغان. من بعد كاين جمجمه ومن بعد يتاخر، ولكن ما ندخلش في الديتاي يعني. ولكن لو تحوس تبحث على شيء باش تعرف الاجابه تاعنا اللي احنا اغبياء ولا نتبعوا العلم، هو القلب اول شيء مهم في التكوين الانسان يعني بالجنين كما نقولوا. باغي نولي كلام اخر مهم لسوسو، واي انسان يعني لما متابعنا ولا يشوف الفيديو من بعد في المستقبل ويكون مسلم ويكون يطرح كثير الاسئله. احنا مانوش في فوضى ولا عدوانيه ولا يا سوسو يا ولا اي انسان مسلم، اذا انا كإنسان نبحث على الأبدية يعني نبحث ما بعد الموت، نطرح من اليوم ما جات الضمير تاعي يعني نعرف لو مال لو بيان، فاهمين الكلمة لو مال لو بيان يعني الخير والشر،
ونعرف الموت ونعرف امور كثيره ملي الانسان كخلق وتكون وتطور من بعد ملايين السنين هو اللي يعرف لو مال لو بيان لا كونسيونس ما نسميها الضمير ولا الروح ولا نسميها كما تبغي طرح على نفسه الاسئله ما بعد الموت اذا كانت هي تطرح الانسان اللي طرح لنا سوسو هذه تطرح الاسئله كمسلمه ما بعد الموت ما هي حياتي ونؤمن بإله وهذا الإله إذا كان إله هو يسوع ولا موشي يعني اليهودية ولا إله البوذية ولا إله المسلمين الله أهم شيء الإله كيكلمني وكلمني عن طريق الكتب هذا الإله عنده مستوى عالي كتير في الفكر بتاعي باش ما يحتاجش يكذب عليا ولا يتوقف في إجابة إذا كان أرسل لي كتاب ورسول وفي هذا الكتاب درسته لأنه إحنا دارسين الديانات ليحسب الملحد يعني الحد كما هاك نورمال ما عجبوش الناس بلحية وفرميزيمون ومش شابين الحد لا هذا دراسة هذه أبدية الإنسان فكر وقاعد يقول علاش الناس أمنتو وأنا علاش نأمن وفاش نأمن وطرح أسئلة وبدأ يبحث في البحوث هذه درسنا الكتب ومن بعد بين الكتب اللي درسناها كثير الإسلام لأنه ديننا إحنا من في القدم في الماضي إذا كي درسناها طرحناها طرح علمي وقع مشكل المشكل بتاعنا لأنه الإله يكذب علينا طول طمع يعني لقينا غلطات الإله ما يغلطش ولا غلطة إنسان مع إنسان لكن إنسان محترم أنا نحترم جان ونحترم أبو الكثير ونحترم كثير الناس ونحترم اللي حولي ونحترم من المسلمين اليوم نحترم لكن أنا إنسان نحترم نفسي فما بالك بإله يحترم نفسه لكن إله اللي يحترم نفسه ما ينجمش يخلط ولو في حرف من كلامه إذا درسنا احنا الكتاب كان غلطات كثيرة يا أخت يا سوسو ولا يا أيها المسلمين اللي تأمنوا يعني أنتم أخت إخوة لينا وأخواتي تو ما نوش نحن جايين نحطموكم نوعوكم ونقسموا ونشتركوا معكم التجربة باش نخرجوا البلدان تاعنا من لامير سيتو ولكن باغين تبقاو هاك اللي بقى باغي بالضبط اخويا بالضبط اشكرك على كل خلينا نرحب باخونا جانو كمان معنا جانو اهلا وسهلا فيك حبيبي ويا ريت تفتح الكاميرا خلينا نشوف وشك الحلو ما بعرف الكاميرا ما بيشتغل شو السبب ما بعرف يمكن لازم اسوي ريستارت المهم تحياتي للجميع جانو مساء الخير طبعا اخذت بعد ثاني البرنامج بس بدي اقول للاخ او الاخت اللي مصر على الرأي يعني اذا انت تولدتي في مثلا في غابة الامازون او في نيو باكوغينيا او في احدى قبائل النائية في افريقيا شو كنت راح تؤمنين بإله الاسلام يعني فرضا هذا فرضية فقط جاوبني وكوني صادقة مع نفسك كوني صادقة كنت تؤمنين بإله الاسلام ولا كنت راح تقولين انه هذا خرافة راح اعطيك مثال يعني كلنا شفنا في حرب العالمية الثانية عندما كان أمريكا مع حرب مع يابان فالطائرات الأمريكية كان عندهم قاعدة في أستراليا ومن ضمنها في نيو بابوغينيا هذه القبائل اللي في نيو بابوغينيا الطائرات كان بينزل عليهم الأكل فكانوا بيأخذون فلما انتهت الحرب نفس الجماعة القبائل كان مسوين صورة طائرة خشبية وكان بيدعون وكأنه هذه الطائرات إله كان بيدعون أنه يرجع هذه الطائرات مشان يعطيهم الأكل فهذا هو العقل الأسطوري لما بيكون بيقبل كل الخرافات يعني على الأقل هذا الشيء قدام عنا ونشوفها ونلمسها أنا عندي هذا الدوكيومنتير إذا صار عندي وقت راح أنزله في
في قناة في قناتي وفي قناة أخويا جان مشان الناس يعرفون الفكر عندما تكون أسطوريا كيف بيقبل كل الترهات والخرافات. أنت عندما تأتي وتقول إنه نظرية التطور هي نظرية فاشلة، جيب لي دليلك. يعني لا تقول فقط لأن الدين بيقول لي هذا الشيء، جيب لي دليلك مشان أعطيك تكون من الحائزين على النوبل. إنه إذا تكتشفين إنه هذه النظرية فاشلة بالأدلة راح تأخذ النوبل برايس. يعني من شو بتخاف؟ يعني بكل سهولة. فالتطور مستمر، التطور ما بيوقف، التطور عندها أبعاد كتير كتيرة. يعني ما بدي، يعني ما في مجال مشان. أشكرك أخوي جانو، أشكرك أبو الحكم، تفضل حبيبي أبو الحكم. طبعا ردت اقول انا اعرف طبعا الاخت سوسو غرضها من هذا السؤال، والاخ ياسين طبعا كفى وفى. بالبدايه رحب بالقادم الجديد اخونا جان، اخويا الصغير جان، نقول له اهلا وسهلا بك في زمره الكافرين. يعني الاخت سوسو طبعا هي غرضها الوحيد من هذا السؤال هي عاوزه تخلينا في مأزق، راحت دورت بالجوجل على سؤال شوي لو سامعته لو دورت عليه حتى تحرجنا على اساس. ولكن الاخ ياسين جوابك، وانا كان عاوز نفس الجواب اجاوبك، انه القلب اول شيء هو اللي يبدي بعد نهايه الاسبوع الثاني يبدا القلب بالنبض، وبعدها يتكون معها. خليني ادخل في 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 شيء، انه قبل هذه الاشياء، قبل ما تكون اي انسان موجود او اي حيوان موجود في الكون، كان في شيء اسمه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا الان موجوده في داخل اجسامنا وداخل اجسام كل الحيوانات. هذه اندلت تدل على انه الكون استطاعت انه هذه مثلا البكتيريا اللي اسمها الميتوكوندريا انه تنظم نفسها وتدخل في كل خلايا في 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 اجسام كل الحيوانات. وبعدها صارت الخليه، والخليه بعدها صارت حيوانات اكثر تطورا. يعني وهذه الاشياء ما بتصير من خلال ليله وضحاها. يعني الأخ والأخت بده يشوف بعينه أنه حيوان مثلاً قرد يتطور وبيصير إنسان. إحنا شوف أخوك وابن عمك، يعني اثنيناتهم مش إنسان. ابن عمك بيصير أخوك ما بيصير. إحنا عندنا سلف مشترك مع القردة ومع كل الكائنات الثانية. هذه السلف المشترك إلها أبعاد، يعني ما بعرف كيف أشرحها بالعربية. المشكلة هذا هو. بس يا ريت إنه في دوكيومنترات كتير كتيرة ومترجمة. يعني إحنا لما كنا نشوف هذه الأشياء ما كان في، حتى اليوتيوب كان فيها كتير قليل هذه الدوكيومنتريات، حتى الكتب يعني ما كان عندنا. بس هلا في ملايين الدوكيومنتريات وملايين الكتب، وبيشرح بكل تفصيل كيف بدأت الحياة يعني من صفر إلى الآن. بكل تأكيد أشكرك حبيبي جانو. طبعا في الأخ رشيد عم بيقول يا ريت تعرفونا أكثر بالأخ ياسين لأنه تكلم برزانة. وأنا طبعا أخ ياسين، على كل حال الأخ ياسين أنا مبارحة عملت معه حلقة، يا ريت راجع الحلقة أخوي رشيد. بس رقم الحلقة راح أعطيك إياه بسرعة دقيقة واحدة أظن كانت رقم الحلقة، يا شباب ساعدونا، 275 أظن 275 كانت رقم الحلقة.
فيعني امبارحة بالضبط نفس التوقيت هذا كان معي أو 74 بالضبط 74 أو 75 يعني 75 من الدين إلى الإيمان. فأنا بتمنى من الأخ رشيد إنه يشوف الحلقة كاملة ويشوف أفكار أخونا ياسين آسف هي من دعاءات الإله المبجل. على كل أخ ياسين راح يكون معنا ضيف دائم من هون وهيك في البرنامج يعني سيأتي كل حين وآخر ولا يهمكم يعني أتمنى أكون وفيت رشيد يعني شوف الحلقة تبعت أخونا ياسين بصراحة أخونا ياسين يعني مطلوب منه حلقات إضافية كتير ليشرح أفكاره لو سمحت. تفضل تفضل ياسين تفضل. بغيت نقول أوسي الأختوسو هذه اللي تسميها الأختوسو وماش ماش عارف لكن ياسوسو للزعلان هو تفضل سوسو إن كان رجل أو امرأة نحن نخاطب المسلمين عموما الفكر الإسلامي يعني الكلام تاعي أنا ما خاطبش أختوسو ولا ما نخاطبوش خلاص يعني أنا شايف يعني أنا لاحظت في الشات الناس أبو الحكم يتكلم وجاني يتكلم وكثير لأنه يتكلموا ونفسروا أمور والمشكلة هي تكتب في الشات يعني كأنه مش ساغية للتفسير مش سمعة للكلام إتو لأنه إنسان يتكلم وتفسر له أمور وتطرح له حليل وأمور هادو إتو لو كان محتاج فريمون باش يفهم ويبحث لأنه تخص بحياته في الحياة وبحياته لكان كمؤمن بحياته في الأبدية يعني من بعد الموت. إذن لابد إنسان اللي يكون يفكر لابد يصغى ويطرح العقل بتاعه ويسمع ويفكر إتو لكن ما نشوف ما نشايف أنا سوسو تفكر تبحث عن الأسئلة في الشات الناس تتكلم والأسئلة طرحة ولكن أنا نتكلم معك عن كامل الناس من الأحسن وكامل الناس مهما كانوا نطرح لهم سؤال. عندما كان الإنسان كجنين وفي مفهوم الإسلام ينزل له ملائكة ويبحث في الأحاديث أنا مانيش هنا بشكر أحاديث وآيات ينزل له ملائكة ويطرحوا عليه كامل الحياة بتاعه ويقولوا له ترضى ولا ما ترضاش يعني يوم هذا تزيد يوم تال يوم ويصرع لك هذه 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 حتى اليوم الموت بتاعه يقولوا له إتو وهو جنين مازال ما خرجش للدنيا اوكي هذه في الدين يعني في الدين الاسلام اوكي انا اي مسلم متدين متخلق باحث في دينه يقابلني ويذكر لي هل عنده ذاكره بهذاك اليوم هل يتفكر هذا اليوم حسب الدين اذا لماذا تطرح لدي علي انا تطرح لي سؤال ما بعد الموت انت ما تعرفش ما بعد قبل ما تزيد بالحين ما تعرفش تتذكر ما عندكش في الذاكره اشياء قالهم لك الدين يوم زيادتك والحياه تاعك كامله ويوم الموت يقولهم لك الملائكه ويسجلهم عليك وتقبلهم ولا ما تقبلهمش قبل ما تزيد هذا في الدين ما تكون في احاديثه اذا اعطيني الاجابه ولا اعطيني غير من الذاكره تاعك قبل ما تزيد سجلت امور ولا لا هذه سؤال وخلوه مفتوح فيما يخص نعود نولي للإنسان اللي يأتي بحقيقة إنسان راه دمر نفسه أمام العلم إنسان اللي يجي ويقول لي أنا الإله كذا وكذا 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 ويعطيني الصفات ويعطيني الله يعني كأنه فرد نفسه في المجتمع مهما كان المستوى حتى الدولي يعني فرض نفسه في المجتمع صغير ولا كبير ولا مستوى دولي باللي برهن بأن الكتاب اللي ما بين يديه يمحي كامل ديانات ويفرض روحه كديانة يعني كأنك أنت تتحدى العلم وفكر هذا العلماء والمفكرين يقول لك تعال يا حبيبي ما معلي شوي ما تقبل أنت تتحدانا يعني أنت كإنسان مؤمن تورا جاي تتحدانا وتقبل من درس الكتاب تاعك وأدرس لأنه برنامج عالمي يونيفرسال حتى يوم القيامة
لأن الدين الإسلام مذكور في الدين الإسلام هو للبشرية أجمع وأحسن نموذج للبشرية حتى تقيم القيامة حتى آخر البشرية. يا حبيبي آخر البشرية ما نجموش تكلموا عليها اليوم بداتنا اليوم يعني من على 10 سنين راه يحصل أشياء ما تتصورهاش. الإنسان يتغير فيه أشياء ديجا احنا رانا في ميوتاسيون كما نقولوا لها يعني تطور مازال الإنسان راه يتطور مع الوقت إذن غيفقد أشياء ما يحتاجهاش أوكي وما نطورش كثير وماذا بيا تكون في حصة أخرى ونفتح الحوار أحسن وهكا باش ما ناخدش الكلام كثير وفكر يا إنسان يا أيها المؤمن أينما كانت إيمان تاعك يعني أنت يهودي ولا مسيحي ولا بودي ولا مسلم ولا فكر مليح وفكر مع العلم لأنه العلم اليوم راه يقهر فيك راه يخرج لك أدلة كبيرة يتو أكبر منك فكر وشوف وقارن دينك مع العلم وشكرا لكم وأنا نتابع أشكرك ياسين أشكرك أخوي ياسين أبو الحكم تفضل أبو الحكم طبعا بس ردت يعني صحح معلومة أنا كررت عدة مرات وقلتها بالغلط لأن أنا الآن اتذكرت أي أسبوع شفت قلب ابني ينبض وكان في الأسبوع السادس صراحة ولا عيب إنه إذا أنا أغلط في معلومة فأنا يعني فذكرت إنه هذا الشيء حصل بالأسبوع السادس ولكن دكتور طه يقول هو مسلم طبعا يقول في نهاية الأسبوع الرابع يبدأ القلب بالنبض وأنا لا أعتقد ذلك يعني قاري أنا أنه الأسبوع السادس والدكتورة شوفتني قلب الابن ينبض في الأسبوع السادس فقط حبيت أنوع عن هذا الخطأ اللي حصل معي يعني مش مهم معليش لذلك أنا نفضل نحضر الأمور لأنه الذاكرة تاعنا ما عندناش كامل الأمور يعني ديتاي كما نقولوا احنا لا هذه معلومة خارج الموضوع كانت فأنا ذكرت أصلا أنا متى كنت عند الدكتورة ومتى عرضت لي قلب ابني ينبض كان في الأسبوع السادس هذه يعني مسألة مو مسألة نهاية الثانية والرابعة والسادس المهم يعني في البدايات جدا القلب يبدأ بالتكون يعني ليس في وقت متأخر يعني إذا القلب ينبض في الأسبوع السادس أو الرابع وريفر تعتبروا ليس فيه الروح إلا في الشهر نهاية الشهر الرابع فهذا كلام هراء ويجب تنظر به الأخ سوسو إنه كيف القرآن يقول بنهاية الرابع يبدأ القلب بالنبض قصدي يظهر فيه الروح ولكنه يبدأ بالتحرك في نهاية الأسبوع الثامن يبدأ القلب بالتحرك أول حركاته يبدأ فيها يعني. التحفظ على هذا المسألة يعني أصلاً بيقول أنه بعد الأسبوع الرابع بيصير في الروح إذا الخلايا لا الشهر الرابع نهاية الرابع أوكي إذا الشهر الرابع الخلايا مش حية ما بتنقسم ولما بتكون حية فيها يعني ما في شيء اسمه روح هي خلايا حية أو ميتة لما بتكون الخلايا تنقسم إلى 2 والاثنين بيصير 4 والأربعة بتصير 8 والثمانية 16 ف هذا خلية حي يعني إذا بيكون ميت ما بتصير تقسيم للخلايا ما بتصير جنين هو الحيوان جانو الحيوان المنوي هو أصلا حي يعني لو بتشوفه بالميكروسكوب هو أصلا حي يعني أنا فقط قصدي إنه هذا اللي كاتب القرآن عنده خلل في المخ هذا هو قصدي معلش طول بالك جانا طول بالك على كل في الاخ رشيد عم بيقول انه اخونا ياسين عم بيحاول يقول لسوسو انه تشغل مخه او يشغل مخه او الدماغ يعني فعم بيقول انه يعني هذا الطلب شيء مستحيل فلو فكر لما عاد مسلما على كل انا عندي هون تحفظ على كلامك اخوي رشيد لانه
يعني نكون واقعيين، الأخوة المسلمين عندهم عقول ويفكرون مثلي مثلك، ما في أي فرق نهائيا، ولكن هم يفكرون باتجاه خاطئ. احنا نعتبره خاطئ، هو يعتبر حاله صحيح 100%. الشغلة الوحيدة اللي بدي أقولها أنه الأغلبية الساحقة من المتواجدين الملحدين اللي ألحدوا وتركوا الإسلام كانوا مسلمين، يعني مثل سوسو. يعني أنا متأكد الأغلبية اللي كانت موجودة هنا كانت دافع عن الإسلام بنفس الطريقة اللي سوسو كانت دافع عنها. فلذلك يعني الطلب غير مستحيل، والأخ أو الأخ سوسو أكيد في عنده عقل وتشغل عقله، ولكن العقل ممكن يأخذك في طريق خاطئ ويعتقد اعتقاد كامل وجازم أنه ماشي بالصح. يعني لو العقل يقول أنا ماشي بالخطأ أكيد كان تراجع، يعني هو أكيد العقل هذا مفكر حاله ماشي بالصح، ولكن نحن نطلب القراءة المزيدة، القراءة المستفيضة حتى هالعقل هذا يعرف الصح من الخطأ. فهذا طلبنا مو مستحيل، وأنا متأكد كل من يسمع للملحدين سوف يبقى يقرأ حتى يصبح ملحدا إن قصر الزمان أو طال. أخي ياسين إذا عندك تعقيب تفضل. أنت قلت لخصت مليح القول بتاعك مليح، يعني إحنا كامل يعني من خلفية مسلمة، إذا أي مسلم يعني يقول إحنا جايين يعني نتكلموا بفراغ وأمور ما عندهاش أي قيمة يتو، هذا مسكين يعني نساعدوه، يعني لي بوب كما نقولوا إحنا في الإسبري، لأنه إحنا كامل. أنا كنتكلم على نفسي، كان يتحداني في الشباب تاعي، يعني صغير وانا شاب يتحدوني تيموان جيوفا، لانه كانوا اصدقاء كثير، وفي الجزائر يعني كان عندنا تيموان جيوفا وعندنا المسيحيين كثير، مسيحيين في الجزائر جزائريين يعني. وكانت عندي فتاه يعني زميله تحبني كثير كثير، ولكن انا واخذها زميله مش ما نحبهاش، نحبها كزميله يعني، ولكن هي كانت تعشق فيا وكانت تدير كاع الجهد بتاعها باش تكسر لي مفهوم الاسلام وتخرج لي ادله براهين تو، يعني كانت تبحث كثير ومثقفه كثير يعني، وكان تيموان جيهوفا يعني مسيحيه، وهو اكثر من المسيحيه تيموان جيهوفا هو شويه ما اليوم في هذا اليوم اللي راني فيه نشكرها كثير، لانه كان سبب في حياتي باش جعلت مني ندرس كثير باش نتحداها، ندرس كثير الاسلام والدين بتاعي تو وانا شاب، باش نتحداها ونخرج لها لي ديفي كما نقولوا حنايا يعني. باش نخرج لها لي بروف ادله تو، ساعدتني كثير. احنا باش الانسان يوصفنا اغبياء وكفار وملحدين ما يهمنيش سانسيرمون، ما يجرحنيش وما يهمنيش، وانا انا عايش حياتي يعني. أنا نحضر الإبن بتاعي للمستقبل باش يعيش 2050 أمور كثيرة، لأنه شاب وأنا لا ربما ما نروحش 2050، بغيتش نعيش 100 سنة ولا 200 سنة، إذا نخلص حياتي يوم نموت نكون أموا ميت وداير الذكرى بتاعي، يعني نبقى حي في العقل والفكر. عندك مشكلة بالصوت أخي ياسين. وين؟ تفضل لأنه صار في مشكلة بالصوت شوي. تفضل. أوكي. سمعني؟ سمعت يعني باش نخلص باش ما نطولش كثير على الزملاء بتاعي لأنه عندهم أحسن كلام مني. هذا الفكر هذا تاع المعارضة يتو، إنسان اللي عارض إنسان يعيش مكسر في ذاته في المستقبل في حياته، ولكن الإنسان اللي يفكر ويشوف لا ربما يتحدانا اليوم يقول لك ما نشوفش الميسيون، يعني شرحوني كثير وهذا بلا بلا يتو ويقطع الميسيون، معليش ولكن درنا كامل، احنا كامل تحدينا دي فوا وكنا
كمسلمين وحنا شبان كنا نقول يا السلام عليكم، السلام عليكم تبع السلام، ولا تكلم الذين خرجوا له ايه وجرحين ونبقاو متحابين والسلام عليكم ونكونوا في الريسبي. ولكن من بعد ولات الامور تتعقد ولينا نحوس البحث ويتو. انسان اللي يحوس البحث باش يكون نفسه ويكون العائله بتاعه ويكون الابناء بتاعه ويكون في المستوى المجتمع بتاعه، عارف المكان بتاعه يعني وين ماشي المجتمع، فاهم الامور اللي تتغير وتطورات ويتو، هذا ينجح في حياته. ولكن انسان اللي يبقى طول طول يعني انا عندي الصح، انا لدي الحقيقه، انا لدي الحقيقه، واش من الحقيقه تاعك يا حبيبي؟ واش من الحقيقه؟ انت الاسلام نقولوا دينك الاسلام هو حقيقه، وعلاش الدين المسيحيه ماشي حقيقه؟ وعلاش الدين اليهوديه ماشي حقيقه؟ والهندوس ماشي حقيقه؟ والبوذيه ماشي حقيقه؟ وامور كثيره يعني ما نوصفلكش الديانات، لان الديانات الناس حاسبينها ثلاثه ولا اربعه. هو العالم اجتمع على ديانة واحدة يعني إله واحد وثلاثة ديانات اللي كثيرة في هذا العالم نسموها المونوتيزم يعني إله الواحد. وكنا ندخلوا في فكر إله الواحد رانا موضوع كبير يعني هذا المونوتيزم طول طول قصنا ندرسوا التاريخ لماذا الأمم والأنظمة من ديانات متفرقة يعني آلهات متفرقة اللي ظهروا في الإمبراطوريات والحضارات القديمة ولاو وتغيروا وصبحوا إله واحد يضم. هذا قاع نظام سياسي إيتو كنت تشوفوهم، ولكن اللي ما درسش التاريخ، ما درسش الإنسانية، ما درسش البيولوجي، ما درس العلم النجوم، ما يعني مملومش الناس اللي ما درستش. إنسان اللي راه مازال يجري على الزيت يدير عليه لاكو كما احنا نسميها، يجري وراء الخبز والمعيشة بتاعه ومشاكل والأزمة وما عندوش عمل إيتو، كيفاش يشتري كتب مقدارها 1000 أورو؟ طبعا تعقيبا على كلام أخوي ياسين، إذا ممكن لو سمحت جان نكمل هذه الفكرة. اليوم كان حد كبير للمجتمعات والشبان بتاعنا يعني كامل أنحاء العالم، حد يعني جوجل هذه المؤسسة اللي سمحت لنا نتكلموا بالكامل للوجيسيال وللابليكاسيون اللي كاينين وميكروسوفت ايتو، هادو مؤسسات شوفوا واش راهي دير. جوجل الانفستي يعني شرات مكان تخزن فيه احسن اشياء من كاع 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 الاشياء اللي في كيسميها لي سيريال بالفرنسيه، الحبوب والامور ايتو، كاع النباتات ايتو راهي تخزنها. لو في يوم من الايام يصرى كارثه طبيعيه يكون عند هاد المخزونات. مايكروسوفت راهي تمد يعني تانفستي تستثمر ملايير ملايير في ميادين ما تتصورلكش في العقل، نسميها بالطاقه المستقبليه يعني لا لينرجي فيتور، يعني ما وراء البترول ورانا داخلين في الالكتريسيتي. يعني كان عندك سيارات اليوم راهم يتمشاو ويسيروا في فرنسا في اوروبا وفي بعض البلدان العربيه نظن، وسينا مانيش نروح للبلدان العربيه يسيروا تو، يعني فيتور انرجي ما راهيش البترول. كي تتحطم البترول انت في كعربي في بلد عربي شي عندك برودكسيون يعني واش هو المنتوج بتاعك تبيعه للخارج وتجيب به اموال باش تسير الشعب بتاعك وتربيه وتداويه تو، وين هو الانرجي بتاعك؟ ما كانش البترول خلاص لك. ما تفكرش الانسان يفكر في ذاته كانه انانيه قتلاته يخمم غير في ذاته. انت هاد تتزوج يوم الايام وتجيب اولاد وهذوك الاولاد الذريه بتاعك وتكبر ايتو يعني المستقبل مازال بشريه اليوم انت تنقرض، ولكن البشريه مازال متبعه. فكر في هذا المجتمع اللي بعيد كيفاش غادي يتكون، وفكر ودرس التاريخ وشوف المستقبل وطرح اسئله لذاتك. وشكرا وخلي الكلام لجان بغى الدخل. شكرا يا جان. تفضل جان، كان عندك كلام تفضل. تعقيبا لكلام اخوي عزيزي ياسين، طبعا هذا فرضيه يعني اي متدين اي مسلم اي اللي بيؤمنوا بالاديان اذا لم يكن محمد موجود والاديان الابراهيميه مش موجوده شو كنت بتصير؟ يعني انت كشخص
الآن. يعني فكرت إنه إذا لم يكن هذه الأشياء موجودة، هذه الأديان موجودة، شو كنت راح تصير؟ أو شو كان راح اتجاه حياتك؟ كيف كان؟ يعني هذا أصلاً يأخذك إلى الأفكار الكونكريتية اللي بيزرعها من الطفولة في 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 مخ الطفل في مجتمعاتنا، إنه هذا الشيء صح والبقية غلط والعكس صحيح. يعني أنت ما بتدرك هذه الأشياء الخرافية في مجتمعاتك إلا لما تروح لمجتمع ثاني أو تشوف بعينك. يعني مثلاً راح مثال، إذا أنت في مجتمع في شرق أوسط بتيجي لأوروبا راح تدرك مدى اختلاف في الفكر وال الفكر الشاسع يعني بين هذه المنظومتين. وإنما إذا أنت بتروح لقبيلة في أفريقيا، في جنوب أفريقيا أو في أمازون، راح تعرف إنه قد إيش هم متخلفين عنك، لأن ما عندهم لا كتب ولا مدارس مشان يقدرون إنه يثقفون نفسهم أو يتعاملون معك. مع العلم إنه اثنيناتكم إنسان، اثنيناتكم بتعيشوا، اثنيناتكم بتاكلوا نفس، يعني حتى الأكل بتاكلوا، بس الاختلاف هون في الفكر، الاختلاف في المجتمع. هذه الأشياء يعني دائما بركز على الشيئين، يعني الأديان واللغة تقدر تتبنيها. أنا كردي بحكي عربي، تبنيت اللغة العربية، تعلمتها. قبل الإسلام كانوا العراقيين كان عندهم ديانات وثنية، كان عندهم المسيحيين وصاروا مسلمين، تبنوا هذه الديانة. فمش بالضرورة إنه تكون هذه الديانة صحيحة، يعني مش بالضرورة، مش إنه ما عندك خلفية على التاريخ مثل ما قال أخوي حبيب ياسين، ما عندك خلفية في التاريخ، فقط هذه الكتب اللي كتبها المنتصرون العرب وتقرأها إنه هذه الأشياء صحيحة. أذهب وأقرأ جميل، أشكرك. بس ميوت يا شباب إذا سمحتوا، بس الميوت طبعا، يعني نحن طولنا الحلقة فعلى الساعتين وربع أظن بكفي، فبدي أخذ كلمة أخيرة من كل شخص منكم أصدقائي. أبدأ مع أبو الحكم. حبيبنا أبو الحكم، أسفين طولنا عليك الحلقة، يعني زادت عن حدها كتير وما كنا متوقعين، ولكن الأخت أو الأخ سوسو فتحنا شهيتنا على تطويل الحلقة. تفضل أخوي أبو الحكم. أنا عندي يعني كلمة أخيرة لأخواتنا المسلمات وأخواتنا المسلمين. يعني أنا مو عارف ليش، يعني ليش مصرين إنه ما يسمعوا الكلام، يعني مصرين فقط يدافعوا عن هذا الدين، يعني يحاولون يدافعون عنه بأي طريقة من الطرق بدون ما يطوا مجال نفسهم يفكروا بالشي اللي نقوله. يا يعني أنا أخذتها بالمنطق لما اكتشفت إنه العلم أثبت شيء موجود بالقرآن غير حقيقي. يعني جبناكم أمثلة كثيرة اليوم وواضحة كانت. فإذا أي شيء يكون غلط، يعني هذا النبي غلط، هذا الإله غلط، إذن يعني إذا أي شيء، طبعا دائما يتبجحون يقول ليش ما تنظرون الأشياء الجميلة. طيب ما إذا في أشياء جميلة وفي خطأ واحد علمي أو طبي أو إنساني، فهذا الدين كله ينضرب عرض الحائط، لأنه إذا اكتشفنا أي خطأ لا يمكن هذا الإله بين قوسين ان هذا الاله يخطأ. فاذا اخطأ بالدليل والبرهان فلازم انت تبحث عن هذه المسألة. يعني اتمنى فقط تتأكدوا من كلامنا وتبحثون
في في عقلكم بدون ما يعني تفكرون بالقداسة اللي محاوطتكم من كل جهة. شيلوا هاي القداسة وفكروا بالعقل فقط، صدقوني راح توصلون إلى هذه النتيجة. يعني ما في شيء مقدس، يعني هو الإنسان فقط هو اللي مقدس. وطبعا أشكر إخواني ياسين وأخوي جانو أنه شاركونا بالحلقة، وأشكر جميع المعلقين في التكست، وأشكر جميع المشاهدين اللي شاهدون الحلقة، وأشكرك أخوي جان تحت لنا هذه الفرصة هذا اليوم. شكرا جزيلا حبيبنا أبو الحكم. طبعا كلمة معك أخوي ياسين، تفضل شو بتحب تقول بآخر الحلقة، كلمة أخيرة تفضل. يا أخي جان سمعني؟ الكلمة بتاعي يعني كناس يعني مش عارف بنطرح سؤال، يعني سؤال بتاعي كامل الناس المؤمنين المسلمين، داعش يعني تقتل في سوريا، تقتل الناس، كي تقولوا هذا الناس مش هو الإسلام، لماذا لا تخرجوا في الشوارع العربية كامل وتقولوا كشعوبة مش أنظمة، كشعوب وتقولوا هذا ليس الإسلام وتدافعوا على دينكم، ومن بعد الأنظمة نظم ذاتها وتدافع على دينها، لكانت إنسان، لكانت هذه الأنظمة تعتبر دينها صافي وأرقى وأبعد من هذا العنف، وهذا العنف هذه دولة الشام والعراق ليست لا تمثل الإسلام، لماذا لا تخرجون؟ هذا سؤال، وجاوبوني عليه ولا ديروا تشات ولا فتحوا معاهم برنامج مع الداعشيين، فتحوا معاهم برنامج وقول لهم انتم على خطأ، توبوا ورجعوا للإسلام، لكن عندكم الجرأة وعندكم الدفع على دينكم كما تدفعوا عليه في البرامج بتاعنا، يعني تتحدونا بدون علم. يعني هذا نقطة ختمت منها. النقطة الثانية اللي نشكر كثير يا جان، وكما ونضيف لأبو الحكم قال كل شيء يعني قال، اللي بغيت اللي كان في الفكرة بتاعي نختمو نزيد نقطة، يعني أنا الإنسان إنسان اللي يقول لي يكون إنسان مثلي ويكذب علي قادر نسمح له، لكن إله لا يستطيع أن يكذب، لا يستطيع، لأنه لو إله كذب تسقط الكلمة بتاعه، لأن الإله عنده الإمكانيات، كإنسان عنده دين يعني عنده ميول دينيته يعبد إله، هذا الإله يعتبره صادق عادل مؤمن، ما صيفه كما بغيت، يعني كما يصيفه الدين وكما تصيفه كاع الديانات مش غير الإسلام، كم ديانات لو غلط في كلمة ما نسمحلوش، لأنه إله الكون وهذا أمور واسعة كثيرة يعني ضخمة كثيرة، ما ينجمش يغلط في كلمة ولا كذب ولا أي معلومة علمية غير صادقة، مستحيل. إذن البرامج في الانترنت مش غير احنا يعني اللي نكلموا بظرافة، برامج راهي الآلاف، الناس راهي تخرج تلحد يعني تدرس في الدين تاعها الإسلام راهي انهارت من عقلها. يعني انا يوم للحد يعني في فكر تاعي وانا شاب ودرس أموريتو يعني صار فيا زلزال داخل في ذاتي، لان كنت متعلق بالاله وبالديني بطريقه ما تصورتش في العقل، في الفكر تاعي وفي دي في جسمي متعلق مع الاله، وانا كنت نحلم كي نموت نكلم الاله بتاعي نعبد هذا الله، كنت نكلمه في النظريات نيوتن والفضاء، وما كلموش انا ما محتاجش حور العين و70 و80 ما يهمنيش، والخمر ما يهمنيش، ذقتهم هذه الحياه، كنت نحلم نكلم الاله بعد موتي، هذيك كنت شاب صغير يعني نكلمه باش يفهمني كيفاش خلق الكون وكيفاش يفهمني، لانه كنت انا حلم تاعي الرياضيات والعلوم يتوم كنت نحلم بهم نتوصل لهم. اذا نهاريت يوم درست مليح ديني وفقت ولقيت مشاكل، صارت لي صدمه يعني في قلبي في 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 فكري وفي ذاتي وفي في المخ بتاعي، يعني شيء صعب كثير، واو
لذلك اليوم اللي تنهار يا مسلم وتدرس مليح تنهار، خذ راحتك بيان واشرب كأس ماء، ماء بارد نورمال ترونكيل، وقول يا للضياعة. يعني ضاع مني كثير ولكن ما ضاعش منك كثير، معليش، لأن المستقبل مازال. ولو تكون في عمرك 60 سنة ما ضاع منك والو، أموا تخلي وتصلح وتوصل الأولاد باش ما يتحوش في الفخ، ومخلي لك مشوار. وشكرا لك أخوي ياسين، أشكرك صراحة أبدعت. جانو كلمة أخيرة تحب تقولها بها الحلقة، تفضل. أريد أقول يعني الفكر الكبار يزرعها في عقول الصغار. مثلا طفل يهودي بيلعب مع طفل مسلم، بيلعبوا مع أطفال، لما أبوه بيشوف إنه بيلعبوا مع بعض، لما بيرجع بيقول حبيبي ابني مش لازم تلعب مع هذا، هذا يهودي، هذا وسخ، هذا نجس. ليش؟ لأن ديانته مختلف مع ديانتنا، لأنه الله بيقول لنا. فأنت لما تزرع هذا الكراهية في هذا الطفل البريء اللي ما بيعرف عن الحياة أي شيء، هذا البذرة البدائية للكرة تجاه الآخرين. فأنت لما بدك تفجر حالك، هذه البذرة مع الوقت تكبر وراح تنفجر. فالإنسانية هو الحل، الإنسان يبقى إنسان. أنا راح أقول إنه القرآن نصفين، نصف جاي من التوراة والإنجيل، الثاني متعلق فقط بزواج ونكاح محمد. هذا هو التعليق الأخير، تحياتي لكم. أشكرك أخي جانو، وأشكر كل الأصدقاء اللي تابعونا، وأشكر أخوي حكمة وأخوي ياسين. طبعا أصدقائي، بكرة الساعة 5 بتوقيت لندن راح يكون معنا لقاء مع الأخ خلدون البغدادي، والساعة 8 راح يكون معنا لأخونا ديفيد رجل الكهف في تعليق مباشر أنا وهو، راح نحكي على حلقة العين بالعين، حلقة الإلحاد لطوني خليفة. أتمنى تكونوا معنا أصدقائي بالحلقتين حتى ننتم على تواصل، وأشكركم شكرا جزيلا على هذا التواصل. طبعا أخونا ياسين راح يكون معنا يوم السبت في حلقة مفتوحة، أظن يعني بعض الأصدقاء راح يكونوا معنا بالضبط، ما بعرف الأصدقاء لحد الساعة هاي، في حلقة حول الطائفية ويعني أسباب الطائفية والحرب الأهلية القائمة في بلادنا للأسف الشديد. أشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة، إلى اللقاء بكرة، إلى اللقاء، شكرا لكم.